أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله إنك ما كنتيش في إيدي والأدم بيدها، أحسن كنت هضطر أرميك على الأرض وتتكسري والإزاز يملى الأوضة وأقعد ألم بقى في الإزاز وتبقى شغلانة. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. أشهد أن سيدنا محمد. يا عيني عليك يا أمينة بنتي، يا عيني عليك. كان نفسي أدعيلك في ساعة مفترجة زي دي، بس يا خسارة يا أمينة، يا خسارة. مالكيش حظ في دعوة الفجر، مالكيش حظ. حتى أمك يا أمينة مهما تدعيلك ربنا مش هيقبل منها. أوه ربنا لو كان قبل منها ما كانش ده بقى حالك يا بنتي، ما كانش ده بقى حالي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. يا عيني عليك يا أبي، يا عيني عليك. يا عيني عليك يا عيني عليك يا عيني. ده مصمم، ده مش بيرن زي عوايده، ده شكله بيتصل. استر يا رب ما يكونش فيه مصيبة تانية. الو انت فين يا ولد؟ ما بتردش عليا ليه؟ ايوه يا حاج انا كنت فاكرك بترن. كنت هكلمك دلوقتي حالا. المهم ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ وانت عرفت منين؟ الله، انت عايزني افضل طرطور ولا ايه؟ يعني البلد كلها تعرف اللي حصل لأمينة وانا لا؟ بس الموضوع جه على غفلة وخدنا كلنا على اخوانا، ده حتى امها لسه ما تعرفش. والله ما تعرف. المهم اخبار أمينة ايه وعاملة ايه دلوقت؟ ادعي لها يا حاج، ادعي لها ربنا يقومها بالسلامة. ليه يا ولا؟ هي أمينة مالها؟ هو انت عرفت لحد فين يا حاج؟ يعني ايه لحد فين؟ ما تنطع يا ولا. هو أمينة كانت عايزة تموت نفسها واحنا لحقناها. تموت نفسها؟ يا نهار اسود، ليه؟ وجوزها فين؟ وانت ما تعرفش ان جوزها طلقها؟ ملايكة عايزة تموت نفسها ليه؟ جوزها طلقها؟ يا نهار ابوه اسود، هي بنات الناس لعبة يا ولا؟ والله قلت لهم كده، قلت لهم هي بنات الناس لعبة، بس للاسف ما لحقتوش. ده لو كنت لحقته كنت طحنته. What is wrong tonight with everybody? You listen to انت بتكلم مين يا ولا؟ If you're planning to stay up all night long walking around running around talking over telephones, please let me know so I can find myself another room or probably another hotel to stay in. Sorry يا خواجة. Jesus sorry, Christ. My sister is tired. Go sleep. Go sleep. لا مؤاخذة.
لا اصل انا بكلمك من طرقه الاوتيل، فالظاهر صوتي صح الناس. المهم اخبار امينه ايه وعامله ايه دلوقت؟ يا نايمه جوه دلوقتي واخده حقنه مهدئه. انا هلبس هدومي واجي اشوفها. تيجي فين يا حاج؟ ما انت عارف اللي فيه. اذا كانت ما كانتش عايزاك تشوفها وهي عروسه، هتشوفها وهي مطلقه. يا كلب يا حيوان يا جزمة. بقول لك ايه يا حاج، انا انت كده دايما كلمه الحق تقف في زورك. جت تصرح حقك. بص يا حاج، انا داخل على حته الشبكه فيها ضعيفه والاشاره شكلها هتقطع. انا لما صفي تصحى. صفي مين يا ولد؟ أمينة. لما أمينة تصحى هبقى أخليها تكلمك، هقولها إن أنت اتصلت وأخليها تكلمك وتراضيك آخر رضا، عشان رضا الأب من رضا الأم، ورضا الاتنين غير رضا التلات خالص، يعني رضا الأب حاجة كويسة. أنت بتهزر يا حيوان؟ ألو، أنا مش سامعك كويس يا حاج، الصوت بيقطع. هبقى أكلمك تاني. يا ريتني ما رضيت. أنا أحسن حاجة في المخروب ده، أنا مش ناقص وجع نافوخ. ايه يا دي النيله، انا نسيت المفتاح جوه. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اصحيهم؟ حرام، ده انا ما صدقت يناموا. احسن حاجه انا اخش اريح في اوضتي. انا قعده الكرسي قطمت لي ظهري. انا نام. بس افرض امينه صحيت دلوقتي وعملتها تاني، اعمل ايه انا دلوقتي؟ لا، دي واخده حقنه مهدئه ونايمه زي الملايكه. ربنا يسترها ان شاء الله. اكتر من كده وزي كمال، خليك معايا ابص على الموبايل بس. قفل. تعرفش عماد كان عايزني فيه؟ ايه ده؟ تقول ايه؟ صافي مين؟ امتى ده حصل؟ اتقتلت ازاي؟ طيب انا جاي لك في السكه. ما تخليش بس حد يخرج بره الفندق خالص. لا 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 لا، لا موظفين ولا نزلاء ولا جنس كائن حي. ماليش دعوه، سياح بس سياح، ده موضوع ما يخصنيش. زق بتوع شغل السياحه بابا يعرفوا يتصرفوا. بقول لك ايه؟ كان في حد في الجناح طيب معاه؟ والواد اخوها كان فين؟ والبنت مديرة اعمالها دي؟ انهي ست؟ طيب افتح محضر وخد اقوالها وادوا اشاره للنيابه والمعمل الجنائي. بقول لك ايه يا كمال، الواد اخوها والبنت مديره اعمالها، شوفهم لي اذا كانوا لسه في الفندق ولا عملوا مغادره. هاتهم لي من تحت تغطية الارض. انت فاهمني، اهتم بالنقطه دي. طيب مع السلامه. محدش يخرج ولا يدخل. يا سعادة الباشا، يعني ايه ما نخرجش حد من الاوتيل؟ طيب افرض حضرتك ان في فوق سياحي عايز. بقول لك ايه، هي دي التعليمات اللي عندي، تنفذوها وخلاص. ايوه يا فندم، بس كنا عايزين نعرف ايه الحكايه بالظبط، عشان يعني لما حد يسالنا نروح بقى نفهم. مش لازم تعرف يا سيدي، نفذ وخلاص. ربنا يوفقك يا باشا. اتفضل حضرتك، اتفضل. شفت المحاضر؟ حاضر. خلاص. حاضر. خلاص. مش من حقه يزعق لي. اهدى يا عم تنجي. وانت التاني ليه بتسأله زي ما نكون مش عارفين ايه اللي حصل؟ يا عم سيبه يعمل فيها عبد المهم واحنا نعمل عبد العبيط، بدل ما يقعد يقول لك سين الجيم مين اللي قال لكم عرفتوا منين؟ صح، مع ان الاوتيل عارف كل حاجه. وحياتك وعلى اخر النهار مصر كلها هتكون عرفت. يا جماعه اللي حصل ده مش شويه، ده بكره يبقى حديث المدينه على راي مفيد فوزي. يمكن صدق يا جدعان، صافي سليم اللي كانت عروسها امبارح بالليل منوره الكوشه يطلع عليها الفجر جثه هامده. ويا ريتها ماتت موتة ربنا.
دي ماتت مذبوحه يا اخي والعياذ بالله. العيال بتاع الهاوس كيبنج بيقول لك دخلوا عليها الاوضه لقوها قطعتين، راس لوحدها والجسم لوحده. يا ساتر يا رب. انت اي كلام بتقعد تصدقه يا تنجي؟ ده فشار ده. انا بقى سامع بقى ان هم دخلوا عليها لقوا في فاس جوه. فاس ايه؟ فاس ايه؟ بقول لك ده فاس جوه يا ابني. ما كانش فاس، كانت سكينه. كانت سكينه جوه الرقبه والراس كانت سليمه. يا سلام، وهتعمل ايه بقى بالراس السليمه دي؟ عشان تفتكر لو حد سالها مين قتلك. اتفضل بيهزر يا جدعان والنبي، بطلوا هزار بقى، الموضوع مش مستحمل. ركزوا بس معايا شويه كده، تفتكروا مين اللي قتلها؟ أنا عرفت. جوزها هو اللي قتلها امبارح بالليل بعد الفضايح اللي هي عملتها. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ لا بقول لك يا تنجي، انت مش شفته كان خارج قدامنا ازاي خلصان؟ وبعدين يبقى جوزها ويقتلها؟ انت مجنون؟ صح. بالعكس، ده انت أول مرة تقول حاجة صح. اشمعنى؟ لأن الحالة اللي كان خارج فيها تؤكد إن هو اللي قتلها. صح. مش خرج قدامنا وما رجعش تاني؟ يا عم انت رحت تريح ساعتين، لكن احنا ما اتحركناش من هنا، وانا بقول لك ما شفناهوش رجع تاني. صح. خرج من باب الجراج. صح. هاني ده كان خارج قدامنا على رجليه يا اخي. ايوه، ما خرج على رجليه قدامنا عشان احنا نشوفه نقوم نشهد معاه لما يرجع ويقتلها وشهادتنا تبقى في صفه. صح. تفتكر؟ ده يبقى ابن جنيه دماغه سم. انا اللي دماغي سم. دي سم فران. انت لابس جوانتي؟ لا يا فندم، مش لابس. امال ايديك مش في جيوبك ليه؟ امر سعادتك. ايه رايك كمان؟ انت مستجد ولا ايه؟ اسف يا فندم. اتفضل يا معالي باشا. تعال. طالبه فطار عادي؟ طبعا حضرتك، ما هي طلبته الساعة 10 الصبح، يعني تقريبا في ميعاد الفطار العادي. مش قصدي، السكينة دي سكينة حامية مش بتاعت فطار. دي بتنزل لك لما تبقى طالب مثلا قطعة ستيك. تمام يا فندم، كلام حضرتك مظبوط جدا. يبقى المجني عليها معالي الباشا طلبتها مع الفطار. ايوه، هتطلبها ليه؟ هتطلبها علشان تفتح بيها حاجة زي برطمان مربى مثلا. أولا المربى بتاعتهم أهي مش علب، بس هو مش للدرجة دي يعني. أخوها معالي الباشا قال إن هو صاحبتها منعوها ترمي نفسها من الشباك، كان عندها انهيار عصبي ساعتك. انهيار عصبي بسيط. تقول إيه يا باشا؟ ما علينا، أنا عايز أشوف الواد أخوها ده بنفسي. حاضر يا فندم. طيب، بشكل مبدئي جدا هنفترض حاجة من الاتنين، إما إنها كانت بتتكلم في التليفون، جه القاتل كعبل في الحاجات دي حست بيه جري عليها قتلها هناك، أو حصل بينهم اشتباك هنا وقعوا الحاجات دي جريت على التليفون عشان تستنجد بحد لحقها هناك وقتلها. معايا؟ معاك يا فندم. معايا كمان؟ تمام يا فندم. طيب هنشوف. عماد، امر مع الباشا. اشوف الواد بتاع روم سيرفيس اللي جاب لها الفطار، وعايز الواد اللي استقبل منها الاوردر على التليفون. عايزين نعرف السكينه بتاع الستيك دي جت مع الفطار ولا لا. الحقيقه مع الباشا الحكايه دي فات علينا، ما سالناهمش فيها، بس لسه سعادتك كلهم في الاوتيل، مفيش اي حد اتحرك من مكانه مع الباشا. باب سليم. معنى كده يا فندم ان اللي دخل القتيله هي اللي فتحت له بنفسها؟ او دخل عليها وهي نايم. اصل سعادتك حد شغال في الاوتيل مع الباشا؟ او حد معاه المفتاح بتاع الاوضه. اخويا لما خرج يا فندم قال ان هو نسي المفتاح جوه، علشان كده راح نام في اوضته. لما رحنا ندور ما لقيناش حاجه في المكان اللي قال عليه. ممكن تبقى السكرتيره بتاعتها اللي اسمها سميره طلعت دي
خدت المفتاح معاها وهي ماشيه. هي عملت تشيك اوت الساعه كام بالظبط؟ بتوع ريسبشن قالوا مع الباشا انها عملت تشيك اوت الساعه 9. انا جبت كارت الفيزا ساعتك لقيته مدفوع الساعه 9 وربع بالظبط. بتوع خدمه الغرف مع الباشا قالوا ان المجني عليها كانت لوحدها في اوضتها لما الاكل دخلها مع الباشا. معنى كده ان وقت الجريمه لما حصلت صاحبتها ما كانتش موجوده ساعتك. بدري قوي على الاستنتاجات دي يا عمال. ممكن تبقى رجعت وقتلتها. وممكن جوزها يبقى رجع ومحدش شافه في الاوتيل وهو داخل وهو اللي قتلها. عموما كله هيبان من البصمات. الله بس ما يكونش القاتل مسح البصمات بعد ما عمل عملته. بساعتها تبقى مشكله سعادتك. نقيب محمود ادريس، نقيب محمود ادريس. ابدا الاشاره مع الباشا. وصلتوا لسميره طلعت؟ جالي وعلى طول سعد. طيب على وجه السرعه وزي ما قلت محدش يقول لها أي حاجة، أنا عايز أشوف رد فعلها بنفسي. تمام. بتهيألي صعب قوي قوي يا معالي الباشا لو هي عملت الجريمة دي. نروح نلاقيها في البيت كده بسهولة صعب. لا مش صعب الحاجة. ممكن تبقى قتلتها وبرضه راحت البيت. تستسكى يعني. عندك حق يا باشا. تحت المخدة فن. الموبايل بتاعها غريبة، ايه اللي خلاها تحطه هنا؟ مش هنقدر نلمسه قبل النيابة ما تيجي. مش ممكن يا فندم يكون اللي دخل قتل دوت كان قاتل بدافع السرقة مثلا؟ كل احتمالات واردة دلوقتي. طيب خلاص انا دلوقتي عايز اشوف اخوها. اتفضل اتفضل بس. خير يا فندم، في حاجة؟ اللي بيخلص أكله يا إما بيطلع العربية بره الأوضة بنفسه يا إما بيتصل بالروم سيرفيس عشان يجوا هما ياخدوها يا إما هما بيتصلوا بيه بعد شوية علشان يسألوه لو. طيب أنا عايز أشوف الواد ده روم سيرفيس دلوقتي الأول. مرن معاه الباشا. بص كمان أمرك يا باشا. عايزك تنزل الريسبشن تجيب لي اسماء وبيانات كل النازلين في الدور ده. هو في كام دور اكزيكتيف هنا في الفندق؟ دور ايه يا فندم؟ اكزيكتيف اللي احنا فيه ده، يعني تسميه مثلا دور او نادي لرجال الاعمال. ما ينفعش تطلع هنا الا لو معاك كارت تحطه في الاسانسير. تمام سعادتك، هم ادونا الكارت ده عشان نتحرك بيه فوق. المهم تنزل الريسبشن وتعرف لنا اولا في كام دور اكزيكتيف هنا في الفندق. اتنين عايزين اسماء وبيانات كل نازلين في الادوار دي. يا رب ما يطلعوش كتير. لا عشان ما ناخدش بس وقت كبير معاهم يا فندم. طيب ممكن تركز معايا؟ تحت امرك يا باشا. عايزك بعد كده تروح على الروم سيرفيس. عايزين نعرف الناس اللي نازله في الادوار الاكزيكتيف دي كلهم طلبوا ايه على العشاء. عايزين نعرف مين اللي طلب ستيك. ستيك بالظبط. عشان السكينه ساعتك. بس ده هنعرفه ازاي؟ يا ابني مش بيبقى فيه فواتير بطلبات الاكل؟ ما تركز يا كمال، في ايه؟ انت عشان ما نمتش خلاص؟ اسف يا فندم. بص ما تتعودش ابدا على انك تقفلها على نفسك من اولها، القضيه مش هتقول لك تعالى حلني، لازم تنخور عشان توصل لاي حاجه. ولا يا عماد؟ بالظبط يا باشا. ما تقول له. اصحى. امرك يا فندم. معلش في السؤال سعاده الباشا. اكتب ازاي الكلمه اللي سيادتك قلتها بالانجليزي دي؟ اكتب الاول السكين المستخدم في تقطيع اللحم بين قوسين ستيك. استك ايه؟ شيل الالف وحط ايه؟ حاضر يا باشا. اصحى معايا. اتفضل جاوب على السؤال. لا يا باشا، هو ما كانش موجود في الاوردر سكينه ستيك. صحيح الجستس احيانا الزبائن بيطلب مننا ستيك الصبح، وهو اصلا موجود في المنيو بتاع الفطار. قائمة الافطار. بس ده بيطلبوه الخواجات وبالذات الامريكان. ليه بقى يا باشا؟ لانهم بيحبوا الفطار دسم قوي يا باشا. بس لا المرحومة. هو عادي يا باشا اقول المرحومة ولا اقول القتيلة؟ المرحومة يا باشا. المرحومة كانت طالبة فطار عادي، بيض وفول وجبن ومربى. فول
وبيض وجبن ومربى كله بالسكينه الصغيره بتاعت الفطار. بس انا بصراحه ما اعرفش يعني هي سكينه الاستيك دي جت منين. تمام. طيب لما دخلت عربيه الفطار جوه السويت ما حسيتش ان كان في حد تاني معاها في السويت مع المرحومه يعني؟ لا سيادتك، والا ما كانتش فتحت لي وهي بتتكلم في الموبايل يعني. بالعقل كده يا باشا كان اللي جوه هو اللي فتح. لا انا مش عايزك تفكر، انا عايزك تهدى وتركز وتفتكر. تمام. قصدي ايه يعني؟ ما كانش في حد مع المرحومه جوه السويت وهي ما كانتش عايزاك تشوفه؟ ليه يعني؟ وهي لما اخذها تخاف مني ليه يعني؟ ممكن تجاوب على قد السؤال؟ لا يا باشا انا بصراحه ما حسيتش ان في حد جوه خالص. بص يا باشا، السويت مقسم لاوضتين، وانا المكان اللي دخلت منه العربيه ووقفت فيه كنت اقدر اكشف كل السويت، الا بقى اذا كان مستخبى حضرتك جوه الحمام، اللي انا فاكر يا باشا ان الحمام بابه كان مفتوح، كمان البلكونه كان بابها مفتوح. متاكد ان باب البلكونه كان مفتوح؟ ايوه يا باشا، والهواء كان شديد قوي، حتى انا لاحظت ان طبق الفاكهه كان مدلوق منه حاجات ومرميه، فانا حبيت الم الحاجات دي. هي شاورت لي ان اسيب كل حاجه زي ما هي، وخدت مني الشيك ومضيت وهي بتتكلم في الموبايل. اصل عاده يا باشا لما الجيست بيطلب الفطار بنعمل له شيك، لكن لما بينزل يفطر تحت ما بيدفعش حاجه لان الاقامه شامله الفطار. وهي يا باشا كان شكلها ما ينفعش تنزل تفطر تحت خالص، حالتها كانت صعبه قوي يا باشا. يعني ايه بقى حالتها كانت صعبه قوي؟ كانت بتعيط على الاخر يا باشا. كانت بتعيط. طيب ركز كده معايا وقول لي سمعت ايه وهي مثلا بتتكلم. فاهم يا سيدي انه المفروض انكم ما تسمعوش ولا تتصنطوا على الزباين مفهوم، بس انا قصدي لو بالصدفه بالصدفه كده ما سمعتش اي حاجه قالتها. لا بصراحه اصل انا ما قعدتش كتير يا باشا، وهي كانت متعصبه قوي، ده حتى انا حبيت افرد الترابيزه واشيل الاطباق من على الغطيان من على الاطباق. هي شاورت لي بعصبيه ان انا ما اعملش كده يا باشا. يا سيدي بقول لك اي حاجه تكون سمعتها بالصدفه، يعني عينينا بنغمضها انما ودنا مفتوحه على طول، صح؟ بتلقط. انت بقى مش قصدك انك تسمع ولا تتصنت، انما سمعت طراطيش كلام. أنا قصدي إيه؟ إنه مثلاً كانت بتكلم راجل، كانت بتكلم ست، كانت بتسب اللي بتكلمه، كانت بتقول له غور الله يسامحك، فاهم قصدي؟ خلي بالك إن أي حاجة أنت تفتكرها دلوقتي ممكن تساعدنا إن إحنا نوصل لحاجة مفيدة، فاهمني؟ بصراحة يا باشا أنا سمعت جملة واحدة يا باشا، لا هما جملتين يا باشا سمعتها وهي بتكلم اللي بتكلمه في الموبايل يعني، وهي متعصبة وبتعيط وزعلانة قوي بتقول له لا يا سعادة الوزير. أنا كنت فاكرة إن أنا لما أطلب منك حاجة أنت هتتأخر وهتتنفذ على طول. يا سيادة الوزير، ده أنا صافي سليم. صافي يا سيادة الوزير اللي ياما قدمت خدمات قبل الوزارة. أنا حاسة إن أنا بحلم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش ممكن. ما كنتش اتوقع منك كده يا سيادة الوزير، مش بعد كل اللي عملته علشانه. يا ابني انت متأكد ما قلتش الكلام ده ليه لما سألناك اول مرة؟ انا بصراحة يا باشا ما كنتش ناوي اقول الكلام ده يا باشا، بس اول ما حضرتك قلت لي ان كل جملة ممكن تفيد انا قلت اقول، اصل دي شهادة يا باشا يعني، والشهادة ربنا يحاسبنا عليها. هو الكلام اللي أنا قلته ده يا باشا في ضرر عليا؟ لا لا بالعكس بالعكس يا راجل، ده أنت تشكر أساسا على ذاكرتك، ما شاء الله ذاكرتك ممتازة. طيب قول لي يا صالح. صلاح. قول لي يا أبو الصلح، مفيش أي حاجة تانية سمعتها بالصدفة كده؟ قسما بالله العظيم يا باشا ما سمعت غير الجملتين اللي أنا قلتهم لحضرتك، ده حتى هي ما ادتنيش فرصة إن أقول لها بعد ما تخلص تتصل بينا أو إنها تسيب العربية برة وإحنا ناخدها، والكلام ده بنقوله لأي جيست. تمام.
طيب لما خرجت بره السويت بتاع المرحومه ما حسيتش ان كان في حد في الممر مستني؟ حد جاي لها؟ حد مستني انك تخرج ويخش لها؟ فاهمني؟ لا يا باشا لا ما حسيتش. متاكد؟ متاكد يا باشا. طيب حيث ان ذاكرتك برضو ما شاء الله. لما خرجت من باب السويت بتاع المرحومه ما كانش فيه عربيات اكل بره الاوض؟ ايوه باشا كان في عربيه اخر الكولادور وانا شفت العربيه دي ونزلتها. ممتاز. تقدر تفتكر بقى عربيه الاكل دي كان عليها سكينه ستيك ولا لا؟ لا ما كانش يا باشا، ده هي كانت عربيه فطار عاديه من اللي فيها سكاكين صغيره حضرتك. اصل عاده النزلاء عندنا ما بيحبوش يفطروا فوق في اوضهم، كلهم بيحبوا ينزلوا تحت يا باشا. ليه بقى يا باشا؟ المنظر تحت في المطعم يرد الروح يا باشا. يا ريت حضرتك تفطر. العربيه دي كانت متقدمه لواحد خواجه ساكن في اوضه جنب السويت بتاع القتيله حضرتك، وهو كان واضح انه عصبي شويه قوي. انا حسيت ان العصبيه دي ممكن يكون عشان انه كان راجع من سفر يعني وكده يا باشا، وهو طلب الفطار بدري قوي حوالي الساعه 7 7 وربع كده يا باشا. ماشي يا باشا، حتى هو ما رضيش يمضيلي على الشيك ودفع الفلوس كاش، وقال لي انه هينزل يعمل شيك اوت. مغادره. تفتكر رقم الأوضة بتاعت الراجل ده؟ لا مش بالظبط، بس هو جنب السويت بتاع القتيلة. يعني أنا تعبت من الموضوع ده. يا عم مش فاهم حاجة، اتفضل. مقابضين عليها ولا جايبينها سهلة؟ أنا عارف. شكلها أساساً عادي ولا كأن في أي حاجة. ال بقى في حياتك يعني مش بقى في حياتي؟ في مين؟ سيادتك الورق بتاع الاوتيل بيقولوا ان المجني عليها اسمها امينه عبد الحميد، اكتب اسمها الحقيقي ولا اسم صافي ده؟ تكتب ايه اصلا؟ هي لسه قالت حاجه؟ ما تصحى. يا استاذه معلش انا مقدر صعوبه الموقف، بس في شويه اسئله لازم تجاوبينا عليها علشان انت كنت اخر واحده مع القتيله. صافي بيتقال عليها قتيله؟ مين اللي قتلها؟ مين هو ده وحش اللي قتلها؟ طب صافي ما بتأذيش حد، صافي يا ابراهيم عامل يا دي النيله. انا ايه اللي خلاني قلت قتيله؟ قول لهم عايزين دكتور اجري. امال لما اهلها يجوا قولوا يا استاذه. يا استاذه يا ابني الو صباح الخير يا استاذه داليا، انا شكلي كده ازعجتك وصحتك من النوم، بس حضرتك كنت قايله لي لو في اي جديد في موضوع فاطمه ابلغك على طول. ما فيش مشكله، ايه الاخبار؟ اوعى يكونوا ضحكوا عليها في الاوتيل، ده اللي انا كنت عامله حسابه. لا 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 انا مش بكلمك علشان موضوع فاطمه اصلا، انا بكلمك علشان موضوع انقح من كده بكتير. الدنيا مقلوبه عندنا في الاوتيل. ايه في ايه؟ خبر لسه طازه محدش يعرفه، بس عاملين حصار كبير قوي على باب الاوتيل. بس يا استاذه لو الخبر ده نشرتيه يكون للحلاوه. يا ستي مش هنساكي، ايه في ايه قوليلي؟ مش من كام ساعه كده لقوا العروسه مقتوله في السويت بتاعها. عروسه مين؟ انت بتكلمي عن ايه بالظبط؟
العروسة صاحبتكم اللي اسمها صافي سليم، مش قتلوها اولاد الحرام؟ وانت يا فوزية خرجتي على طول بعد ما شفت الجثة؟ الاول بلمت شوية حضرتك، وبعدين خرجت اجري وانا بصرخ بعلو صوتي. المنظر كان فظيع، انا قلبي كان مقبوض وانا داخله. يمكن عشان كنت متوقعه الاقي على الباب اليافطه بتاعت ممنوع الازعاج وكده، يعني عشان عرسان خبطت كتير قوي قبل ما اخش. هاوس كيبنج. لما ما حدش رد عليا قلت معقوله يكونوا خرجوا يوم الصباحيه، او غرقانين في العسل بقى، او نايمين. ما كنتش عايزه اخش، بس طالما اليافطه مش موجوده على الباب ما ينفعش امشي. دخلت يا باشا على طراطيف صوابعي. اخر حاجه كنت اتوقعها الاقي العروسه مدبوحه كلها غرقانه دم وكده يعني. طيب لما خرجت من السويت رجعت تاني ليه؟ يعني ليه ما نزلتيش اتكلمت مع الامن والاداره على طول؟ بصراحه يا باشا انا خفت من المسؤوليه. ايه اللي يخوفك من المسؤوليه يا فوزيه؟ اصل يعني يا باشا دايما يعني بنشوف في الافلام الواحد لما بيشوف جثه ويجري الناس بتشك فيه، علشان كده قلت ابلغ الامن واستنى لما يجوا علشان اخلي مسؤوليتي. افندم في قتيله في جناح 17-01. طيب يا فوزي افراد الامن طلعوا بعد قد ايه؟ مش كتير. اصل انا يا باشا اتريني لما صرخت سمعوني الموظفين اللي في الاكزكتيف كلاب. ارزق اكتبها ازاي دي ساعتك؟ اكتب نادي نزلاء طابق رجال الأعمال. جيم يعني؟ اكتب نادي نزلاء طابق رجال الأعمال. أصل هما في الدور اللي فوقينا على طول، علشان كده نزلوا بسرعة. أنا مش كده سعادتك أبقى خلاص قلت كل اللي عندي؟ ممكن أروح يا فندم، إحنا كده بقينا تالت يوم العيد. لسه لما الطيار دي على نيابة الأول وتدلب أقوالك. نيابة تاني سيادتك؟ بص يا فوزي ركزي معايا، لما كنت في السويت وشفت الجثه ومتلخبطه ومرعوبه وكده يعني ما حركتيش اي حاجه من مكانها؟ لا هحرك حاجه ليه يا فندم؟ ما حركتش اي حاجه من مكانها؟ لا ركزي بقى معايا، يعني مثلا صوت التلفزيون كان عالي وانت بتتكلمي في التليفون، كنت واخده الريموت كنترول وموطياه او طافياه. انا دورت اصلي في السويت كله ما لقيتش الريموت. يا باشا انا ليه همسك الريموت بس؟ لا طبعا. وبعدين حضرتك التلفزيون كان مطفي او ما كانش فيه صوت خالص؟ اللي انا فاكراه انه ما كانش فيه اي صوت. طيب ركزي معايا بقى في اللي جاي ده. لما دخلت السويت ستاير البلكونه كانت مقفوله ولا مفتوحه؟ لا كانت مقفوله. لا انت كده مش مركزه بقى فوزي، او ركزي معايا وافتكري بالراحه، ستاير البلكونه مقفوله ولا مفتوحه؟ سيادتك كانت مقفوله حتى اسال اللي جم بعدي. انت ابتديتي الشغل في الدور ده الساعه كام؟ 9 ساعتك، بس انا ابتديت في الناحيه التانية خالص. اصل احنا عاده بنخلي السويتات في الاخر عشان بتاخد وقت اكبر. احنا؟ هو انت كان في حد معاكي؟ لا سعادتك احنا انا وزمايلي يعني. كل واحد فينا بياخد دور يشتغل فيه. هو انت بتشتغلي اوضه الدور ده كله لوحدك؟ لا سعادتك احنا اساسا بنبقى اتنين لكل دور، بس عشان العيد سعادتك كل سنه وانت طيب بنقسم الشغل على بعض وبنحمل على بعض شويه علشان الاجازات وكده يعني. وكده يعني تمام. طيب يا فوزي لما بدات شغل الساعه 9 الصبح في الناحيه التانية من الدور ده لغايه ما وصلتي للسويت كان في حوالي مثلا 3 ساعات عدوا صح؟ تمام سعادتك. عظيم. في الثلاث ساعات دول ما سمعتيش اي صوت غريب؟ يعني صريخ، حاجات بتتحدف، ناس بتتخانق، صوت ألم، اي صوت غريب وكده يعني؟ لا سعادتك خالص. احنا اساسا واخدين تعليمات ان احنا لو واحنا بنشتغل سمعنا اي صوت نبلغ الامن على طول. حد بيتخانق مع حد بيكسر اي حاجه بنبلغ يا فندم على طول. لا ما سمعتش اي حاجه، ما سمعتش اي صوت. وبعدين سعادتك انا ببقى معظم الوقت مشغله الهوفر المكنسه الكهربائيه.
تمام سعادتك، وصوتها اساسا بيبقى عالي. لا يا فندم خالص، ما سمعتش اي صوت سعادتك. وانت يا حلوه بقى كنت بتعملي ايه هنا في الاوضه ان شاء الله؟ ها؟ بص يا بيهو، انا احنا خلصنا الشيفت وانا جيت اروح، فقالوا لنا ايه احنا هنقعد عشان في بوليس وتحقيق ومشاكل وكده. وبعدين شافني الاستاذ بركات يعني قاعده كده لوحدي، هو اصلا كان اتعرف عليا يعني في الفرح يعني بمحض الصدفه، يعني شافني كده بتحرك ونشيطه وكده، فيعني ايه فاتبسط مني فشافني قال لي ايه تعالي ممكن اعزمك يعني على حاجه تشربيها ونتسلى لحد ما يخلصوا يعني المشاكل دي وكده. يا بيه انا عايزه اقول لك يعني ده راجل ساق سليم والله، يعني الراجل ده طاهر يا بيبوس ايده وشه وظهر. هو انا موقفي وحش في القضيه يا بيه؟ حسن باشا، اخيرا يا فندم الموظف اتعرف على الشاب اللي اداله الظرف. لما ما لقيناهوش على شريط الكاميرا اللي موجوده على مدخل القاعه، دورنا في مدخل المكاتب. الكاميرات اللي كانت موجوده قريب من مدخل المكاتب، لقيناه خارج من باب المكاتب فعلا وكان لابس اليونيفورم يا فندم. مكاتب؟ شغال في الفندق اكيد. طيب هنكمل معهم بعدين. شافني نشيطه وبتحرك وكده. هقول لك ايه، عايزك تبقى تحضر الاخ الطاهر ده نفسيا عشان لما النيابه تيجي وتطلب منه التعرف على الجثه. يا فندم لسه بسيطين، بس انا متابع مع الرجاله من اول اكتشاف الجريمه. سيادتك خدنا اقوال نكتشف الواقع وشغالين جوه الاوتيل، وعملنا ضبط واحضار لاخر حد كان مع القتيله. المحضر على وشك انه يخلص والنيابه على وصول. اجازات بقى سعادتك عارف. بالعكس، احسن ان احنا وصلنا قبل هم ما يوصلوا. لا يا فندم، احنا ما تاخرناش، احنا رجالتنا هنا من امبارح بيحققوا في اللي حصل في الفرح، والمكان كله تحت السيطره. احنا بعتنا للمعمل الجنائي يا فندم، ورجاله المعمل وصلوا من شويه. ازاي تبعت لهم قبل النيابه ما تعمل لهم انتداب؟ يا فندم احنا قلنا نكسب وقت، وبعدين سعادتك عارف ان في عرف في القضايا الكبيره، المعمل الجنائي بيشتغل عشان مفيش حاجه تتغير في مسرح الجريمه. يا فندم تحب سيادتك نخليهم يبتدوا شغل؟ لا اوعوا، انا مش عايز نقع في مشاكل مع النيابه ويتهمونا بالعبث في الادله. القضيه دي حساسه ومش محتاجه لاي تعقيدات. خلي كل شيء يمشي قانوني. انتوا مسيطرين على مسرح الجريمه ولا لا؟ من اول دقيقه يا سيادتك. مين اللي شغال معاك في القضيه دي يا جمال؟ حسن محفوظ يا فندم، رئيس مباحث قطاع غرب. اه اسمع يا جمال، القضية دي هتقلب البلد، اوعى تكون مكلفه علشان الفندق تبع قطاع غرب، ده ما يهمنيش. اطمن سيادتك يا فندم، حسن محفوظ من اشطر مفتشين المباحث في الوزارة، ده غير انه كان هنا من امبارح في الاوتيل بيحقق في قضية جواب التهديد بناس في الفرح. مش هو لوحده يا فندم، احنا معاه. ربنا يستر. القضية دي اصلها جاية في وقت عصيب جدا والبلد مش ناقصة. عموما معالي الوزير مكلفني اتابع معاه الموضوع ده اول باول، وربنا يسهل ونلاقي خيط مهم بسرعه في القضيه دي. انا مش عايز الموضوع ده يطول. ان شاء الله يا فندم مش هيطول باذن الله. افهم من كلامك ده يا حسن انك شايف ان اللي حصل في الفرح امبارح ده له علاقه بجريمه القتل؟ لحد دلوقتي ده الاحتمال الاقوى يا فندم. اللي حصل امبارح في الفرح كان عمليه قتل معنوي لصفي سليم، ومش بعيد ابدا ان اللي وراه يكون عنده الدافع انه يقتلها فعلا. لا انا مش معاك في الكلام اللي انت بتقوله ده. اللي عايز يقتل ما يعملش قصص زي اللي حصلت امبارح يا فندم. لو اتضح ان الولد بتاع جواب القنبله
طلع الدور اللي فيه جناح بتاعها، ممكن ساعتها نتاكد من الربط ده. واخبار البنت مديره اعمالها ايه يا حسن؟ لسه مغمى عليها يا فندم، بس انا اعتقد انها اول ما تفوق وتتكلم هنحط ايدينا على خيوط مهمه، خصوصا انها كانت اخر واحده تشوف القتيله. انت مش بتقول انها خرجت من الاوتيل قبل الجريمه بفتره؟ ايوه يا فندم، ما هي المغادره دي اساسا هي اللي مخليها محل استفهام سيادتك، لانها النهارده الفجر قالت لي بنفسها انها هتفضل ملازمه المجني عليها بعد الخلاف اللي حصل بينها وبين عريسها، فعايزين نفهم ايه اللي خلاها غيرت رايها وسابتها فجاه. طيب وقدرت توصلوا للعريس اللي ساب مراته ده ومشي ولا لسه؟ ما يمكن هو اللي رجع وقتلها. المعلومات اللي عندنا يا فندم انه ما رجعش تاني الفندق، بس احنا مش ساكتين، احنا حاليا بنعمل فحص لكل كاميرات المراقبه بتاعه الاسانسيرات علشان نتاكد بنفسنا رجع تاني فعلا ولا لا. طب افرض انه ما طلعش في الاسانسير. ما ينفعش سعادتك، الادوار دي لازم الفندق تطلع لها بالاسانسير وبكارت مخصوص تاخده من الريسبشن. انا عارف يا سياده اللواء، انا قصدي انه ممكن يكون طلع على السلالم. بعد اذن سعادتك يا فندم، هو ما ينفعش. لو اي حد فتح باب السلالم دي من غير ما يكون في حريق بيعمل انذار فورا. يعني هيكون راح فين؟ سيادتك احنا جبنا عنوانه واللي كان مسجله في بياناته في الاوتيل، طلع بتاع واحده قريبته، بعتنا لها بالفعل قوه علشان نعرف اذا كان راح لها ولا لا. وقدرت توصلوا لحاجه؟ ما لقيناهوش عندها وموبايله مقفول. اتصلنا بالمطار وعملنا له ترقب مغادره على اساس انه كان المفروض ان هو والمجني عليها هيسافروا النهارده الساعه 5 بعد الظهر. لو كان هو اللي عملها اكيد هيحاول يسافر. انتوا بتتكلموا في ايه يا بهوات؟ لو هو اللي عملها استحاله يبقى بالغباء ده، ده راجل جراح. عموما هيبان، بس انا عايزك يا حسن تتابع حاله مديره اعمالها دي وتحاول تستجوبها قبل النيابه ما توصل. تمام يا فندم، انا لسه سائل الدكتور عنها، اللي فهمته منه ان الصدمه كانت شديده عليها، المساله محتاجه شويه وقت. طيب على العموم قفل محضر اثبات الواقع وابعتوا الاسم عشان يتأيد في دفتر قيد القضايا، مفهوم؟ تمام يا فندم. انتوا بتبعتوا المحضر متاخر ليه اساسا؟ يا فندم حضرتك عارف ان المحضر لو راح الاسم هيتسرب الخبر للصحافه على طول. انا قلت اخر الحكايه شويه لحد ما نلم اكبر قدر من التفاصيل. والله عندك حق، طول السنين دي ومش قادرين نعمل كنترول على اللي في الاسام، مهما ندي جزا مهما نهدد برضه كل حاجه بتوصل للصحافه. انا مش عارف هم بيدفعوا لهم ايه عشان يعملوا كده. مش كتير والله يا فندم، بس بالنسبه يعني لموظف مدني غلبان، لعسكري بياخد ملاليم، اكيد اي فلوس بتعتبر كويسه، وخصوصا ان هم بيحسبوها انه كده كده الصحافه هتعرف. مش موضوعنا دلوقتي يا حسن، نبه على حقيقه ايده المحضر في الاسم ان لو حد من الصحافه شم خبر هيتجازوا كلهم يا حسن. تمام يا فندم. يا رب يا رب التهديد بتاعك ده يجيب نتيجه. القضيه دي مش طالبه صحافه خالص دلوقتي. هو احنا عندنا حاجه عشان نقولها للصحافه؟ نيابه على وصول يا فندم. هم البهوات دول اعضاء مجلس الشعب؟ لا. هم ليه؟ دي النيابه العامه. لا ايه ولا حاجه اصلا، ما بيقول لك دول ايه يعني؟ دول دي جريمه. دي النيابه العامه جايه عشان تحقق في القضيه. يا راجل تصدق انا لما شفت رتب الوقف عشان خاطر البهوات دول افتكرتهم اعضاء مجلس الشعب. ما نعرف ان اعضاء مجلس الشعب دول اهم من الداخليه عشان عندهم حصانه. حصانه؟ انت لا بتسمع ولا بتفهم، اسكت. ما كنتش اعرف ان النيابه جامده قوي كده. هو ايه يا ابني الاجمد والشجمد؟ انت بتتكلم عن فرقتين في الدوري، الحكايه مش بالسذاجه دي، افهم.
لما تبقى في جريمه كبيره زي كده هتقلب البلد، بتبقى النيابه اهم من الداخليه مليون مره. ما تقدرش الداخليه تشتغل من غير النيابه، لازم هي اللي تروح وتعين موقع الحادث اللي هو مسرح الجريمه. اللي هو مسرح الجريمه عشان محدش يقدر يعرف اي حاجه ويتهم اي حد بالباطل كده. ولا انت سرفلت منك ولا مفلح بس بتقرا الجرايد وعامل فيهم خلاص بقى؟ بس انت اللي بتفهمش اصل الكلام اللي بقول لك ده، يعني عارفه اي حد بيتفرج على افلام جرائميه. ايه الافلام الجرائميه دي؟ افلام البوليسيه يعني. يعني طب اوضح عشان ده ما بيفهمش. انت مش بتسمعهم دايما بيقولوا قد انتقل فريق من النيابه العامه لمعاينه موقع الحادث وقام معاينه الموقع مش عارف مين والكلام ده كله؟ ده اللي بيحصل دلوقتي. يا اخي برضه قرايه الجرايد دي حاجه مهمه قوي، بتخليك تفهم اللي بيحصل في البلد. انا بقى كنت هفضل فاهم ان الداخليه اهم من النيابه. لا يا حبيبي، الكلام ده ايام الانتخابات بس. ايه سيد معايا، أنا هو بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17/6/2010، وأرضى اختار تليفوني من السيد العميد حسن محفوظ رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة للعثور على جثة مواطنة أمينة محمد محمود وشرطة صاف سليم مقتولة داخل جناح غرفتها الكائنة بالفندق. اكتب اسم الفندق عندك. وقد وجد السكين مستقرا في رقبتها وقد تجلطت حوله الدماء، كما أسفرت المعاينة المبدئية الظاهرية لجثتها عن وجود سحاجات وخدوش متفرقة موجودة في رقبتها وخديها، ولم يتم العثور على مواضع إصابات أخرى. من شقيق القتيلة بركات عبد الحميد محمود بالتعرف على جثمان القتيلة. الواقعة منهم أثناء وجوده في غرفة تم إيجارها في نفس الفندق باسم شقيقته، كانت تستعملها في اليوم السابق لإجراء زينتها، وقد شهدت على تواجده معها إحدى العاملات في الفندق التي وجدت بصحبته أثناء إبلاغ ضباط المباحث له. سمعت إيه من زمايلك؟ مفيش، أنا سمعت من زمايلي إن هم لقوا اللهم احفظنا يعني جثة الست صوفي مدبوحة في أوضتها. بس سمعت الكلام ده بقى امتى؟ مش فاكر. لا حاولي تفتكر. يعني لما صلى على النبي، لما صلى على النبي يعني بالليل، يعني متأخر. متأخر الساعة كام تقريبا؟ معرفش يا بيه، معرفش. ان اليوم ده ما كناش عارفين ننام، وكنا كلنا محبوسين في الأوتيل مش عارفين نروح، وكنا كلنا تعبانين. وبعد إثبات شهادة شقيق القتيلة وإثبات ما قمنا بمعاينته في مسرح الجريمة،
قمنا بأمر خبراء المعمل الجنائي بسرعة التقاط البصمات الموجودة في كافة أرجاء مسرح الجريمة. وأمرنا بإرجاء التقاط البصمات الموجودة على السكين لحين نقل جثمانها إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لفحص موضع غرز السكين كي لا يؤثر مس السكين على تقرير الطب الشرعي. المؤهل؟ ضابط سابق. ضابط إيه؟ شرطة. ضابط شرطة سابق؟ نعم. والعمل الحالي؟ مدير أمن الفندق. حضرتك طلعت من خدمة في الشرطة معاش ولا إيه بالظبط؟ أيوة. كما قلنا بتحريز جهاز تليفون محمول، اكتب ماركته السيريال نمبر بتاعه عندك، تبين بشهادة شقيقها أنه يخص القتيلة، وقد أرشدنا عن مكانه رئيس المباحث، وكان قد استدل على مكانه فور وصوله إلى مسرح الجريمة ولم يقم بتحريكه من مكانه. وقد أمرنا خبراء المعمل الجنائي بالتقاط البصمات الموجودة عليه ثم تسليمه إلينا لتفريغ البيانات الموجودة عليه من مكالمات صادرة وواردة وفائتة ورسائل تليفونية صادرة ومستلمة وكافة المعلومات الموجودة به وإمدادنا بها على الفور. هذا وقد قمنا بعد أخذ أقوال كافة الشهود الذين أبلغوا عن الواقعة بتقرير ما يلي. وما التصرف الذي بدر منك؟ الحقيقه يا فندم في الاول انا طبعا ما كنتش عارفه اعمل ايه، بعد كده جريت بره على الطرقه وفضلت اصرخ، وبعدين رجعت تاني على الاوضه، اتصلت بالامن واتصلت بالرئيس بتاعي في الهاوس كيبنج واتصلت بالريسبشن. قررنا التنبيه على المباحث الجنائيه بسرعه استكمال محاضر التحقيق في قضيه بلاغ تفجير حفل زفاف المجني عليها. ايه اللي حصل يوم الحادث؟ والله هي الحادثة دي حصلت واحنا كنا في تفتيش معتاد اعتيادي 27 سنة حضرتك شغال في خدمة الغرف. حضرتك يعني انت مواعيد عملك من امتى لامتى؟ انا حضرتك بشتغل من 8 ل 12. 8 صباحا؟ ل 12 مساء؟ لا حضرتك لسبعة. انت مش مركز ليه؟ معلش اصل انا اول مرة يعني اقف. يوم الحادثة كنت شغال ايه؟ الصبح. والذي كان سببا في اندلاع فوضى في حفل الزفاف وإحالة المحاضر إلى النيابة للتأكد مما إذا كانت له صلة بحادث القتل وتحريز كافة شرائط الفيديو التي قامت بتصوير حفل الزفاف فضلا عن كافة شرائط كاميرات المراقبة الموجودة في كافة أنحاء الفندق واعتبارها أدلة يجرم العبث بها أو مسها. كما قررنا التنبيه على المباحث الجنائية بسرعة ضبط وإحضار زوج المجني عليها السيد شريف راسخ والذي أفاد كافة الشهود وعلى رأسهم رئيس مباحث قطاع غرب باختفائه من الفندق فجراً قبل حدوث واقعة القتل وإحالته إلى النيابة فور العثور عليه. كما قررنا تكليف خبراء الأدلة الجنائية برفع بصمات جميع العاملين في كافة أنحاء الفندق بالإضافة إلى المقيمين في الدورين المخصصين لرجال الأعمال والذي وقع الحادث في أحدهما وعدم السماح لأي من السالف ذكرهم بالخروج من الفندق إلا بعد انتهاء أخذ بصماته. وقمنا بإصدار أمر إلى فريق الأدلة الجنائية بسرعة مضاهات البصمات الموجودة في مسرح الجريمة بالبصمات التي سيتم رفعها من العاملين والنزلاء. كما قررنا أخيراً نقل جثمان المجني عليها بعد انتهاء معاينة مسرح الجريمة. ايه رايحه فين؟ ممنوع الدخول هنا. انا حسن باشا بعتني عشان ابص على السويت. هو مين حضرتك اساسا؟ انا من اداره الاوتيل مساعده مدير الفندق لشؤون الاجنحه الفندقيه. اهلا وسهلا، بس هو يعني ممنوع الدخول هنا بامر من النيابه من ساعه ما شالوا الجثه.
ما انا عارفه، بس حسن باشا محفوظ اداني اذن مخصوص عشان ابص على المكان واشوف اللي محتاجينه عشان ننظفه ونرجعه للشغل تاني. انا مش فاهمه انتوا متوترين كده ليه؟ هي مش الجثه خلاص اتشالت؟ انا كل الحكايه ان انا عايزه ابص على مكان الدم واصور حاله الاوضه عشان اكتب تقرير عن الحادثه وخلاص. انتوا ممكن تدخلوا معايا؟ ده الموضوع كله مش هياخد دقايق، ولا حضراتكم مش عايزين تتفضلوا معايا؟ عبد الله انت هتسيبها تخش يا عبد الله؟ انت مش سامعها بتقول لك تعرف حسن باشا محفوظ؟ ده انا نفسي ما اعرفش اسمه بالكامل. ازاي هتسكنوا الاوضه دي تاني؟ ده اكيد فيها عفريت. ده سويت مش اوضه يا جاهل. سويت ولا اوضه؟ يعني هي فرقت قوي مع اللي انقتلت؟ ايه يا ست هاني؟ مالك متأثرة ليه كده؟ يا ابني انت حمار، حط نفسك مكانها، تلاقي نفسك مطلوب منك تنظف دم واحده انقتلت. دي شغلانه سودة، كان لازم يجيبوا راجل قلبه جامد يعملها. تو ايه اللي خلاكوا تدخلوها هنا يا يابا؟ هاي تمام يا فندم. هي قالت ان سعادتك بعتها عشان تبص على الاوضه، قصدي السويت. واي حد يقول لكم ان انا اللي بعته تقوموا تصدقوه يا بار؟ ايه الهزار ده يا استاذ؟ هو سيادتك تعرفها فعلا يا فندم؟ امشي الجار على مكانك منك لو، وحسابكم معايا بعدين. انا قلت مفيش جنس مخلوق يقعد هنا حتى النيابه يا باشا. وهي دي من النيابه يا غبي؟ غوره. تمام يا فندم. اللي عملتيه ده عيب قوي قوي يا استاذ على فكره. بس أنا لما سمعت الخبر ما صدقتوش. طب اتفضلي لو سمحتي، اتفضلي عشان المفروض إن أنا ما اسمحش لأي حد يخش هنا، ولو حد شافك هنا دلوقتي موقفي هيبقى مش لطيف. اتفضلي. بس ممكن تحكي لي اللي حصل بالظبط؟ أكيد اللي بلغك قالك إيه اللي حصل بالظبط. أنا ما عنديش أي كلام تاني، الموضوع دلوقتي في إيد النيابة. اتفضلي سألي النيابة. اتفضلي. طب أنا هقرا لها الفاتحة لا والله اللي أعرفه إن الفاتحة مش لازم يعني تتقري في مسرح الجريمة. اتفضلي يا أستاذ. اتفضلي. يا أستاذة، يا أستاذة، أؤمر يا حسن باشا. الموبايل لو سمحت. موبايل إيه؟ الموبايل بتاعك يا أستاذة، الموبايل بتاعك، علشان أمسح الصور اللي لو اتنشرت أنا اللي هتحمل المسؤولية. تقال الصور دي ما تستاهلش إنك تخسرينا عشانها، صح ولا أنا غلطان؟ دخلتي هنا إزاي؟ دخلت بإرادة ربنا. وجيتي امتى؟ أكيد بعد ما الجثة اتشالت. سيادتك تؤمر بحاجة تانية؟ أنت مالك بتكلميني زي ما أكون أنا اللي غلطان في حقك؟ أنت ناسة إنك اقتحمتي مسرح جريمة وإن ده يخليكي تحت طائلة القانون؟ طب وما قبضتش عليا ليه سيادتك؟ علشان شايف إنها مش مستاهلة، وعشان عندي اللي يشغلني أكتر. فعلاً ولا عشان ما تجيبش لنفسك الكلام؟ مديتيك على اي حاجه؟ لا اطمن سيادتك، مسرح الجريمه سليم، هو بس حصلت فيه جريمه قتل، بس انا جاهزه لو حابب تاخد اقوالي. يا بالمناسبه النيابه فين عشان تاخد اقوالي هي كمان؟ والله ومال. خد يا ابني امر معالي الباشا. تاخد الاستاذه وتنزل بيها تحت عشان هتتاخد بصماتها، وبعد كده توصلها بنفسك بره باب الاوتيل وتتاكد بنفسك انها خدت عربيتها ومشيت. لو زغت عن عينك لحظة انت عارف اللي هيحصل لك. تحت امرك يا معالي الباشا. انتوا اصلا لسه حسابكم ما خلصش معايا. شرفت يا استاذة. صدقي يا حاجة الا ما في صورة واحدة للفرح. يا اختي احسن بلا جرايد، ما هي اللي جايبه لنا المشاكل. ربنا يسعدك يا بنتي، يا رب يبعد عنك ولاد الحرام. امال بس عمونا فلاشات امبارح. عمونا الله، ما
اهو شغاله اهو. هتجنن اللي ما بيردوش وهم شغالين البتاعه دي. ده ايه اللي كان ده الزباله دي؟ الله، امال ما بتردش تبقى المجاوب في ايدك اهو. بقى لي ساعه بكلمك، خليتني كلمت اللوكاندا. ايه انت كلمت الاوتيل؟ ايوه. وقالوا لك ايه؟ قالوا ايه؟ سايبيني ساعه منتظره ومشغلين مزيكه الاسانسيرات، اما اتخنقت استنى اما اقفل. العداد بيعيد. اكيد هي اللي موصياهم يا حاجه ما يحولولهاش مكالمات. عروسه يا ناس، ده انتوا يا ساكر ناس غريبه. وانت قريان يا حاجه، انا لو نيلت دخلتي مش هقطع سلوك التليفونات اللي في السويد بس، في البلد كلها. مالك يا اخويا مستغرب ليه؟ مالك يا ولد؟ مالك يا ولد بتعيط ليه؟ يا ساتر على الحقد يا ناس، يا ساتر اعوذ بالله. خلاص يا اخويا هعملها في السويد تاني. الله، ما ترد عليا. اختك فين؟ اتخانقت مع عريسها تاني؟ رد ما تغشنيش، عامل كده ليه؟ هي مش قالت هتيجي تتغدى هنا قبل ما تسافر؟ ما صافي لا هتيجي ولا هتسافر. صافي اتقتلت. صافي ايه؟ اتقتلت. يا لهوي سامي، يا لهوي سامي يا بت، كلام الفارغ اللي بتقوله ده يعني ايه؟ صافي اللي انت بتقوله ده، صافي بره مش كده؟ هي اللي هيقلق لك تعمل فينا الملعوب. عارف عارف لو الكلام ده كذب ولا بتلعب بينا، شباشب البيت كلها هتتنسل على دماغك. واقفه بره مش يا صافي؟ يا صافي يا ما اسمعي، حرام عليكي. صافي اتخانقت مع شريف جوزها، سابها في الاوتيل لوحدها ومشي. لما عرفنا جرينا عليها انا وسميره، لقيناها منهاره وعايزه تحذف نفسها من البلكونه. جبنا لها دكتور ادها حقنه مهدئه، وسبت سميره معاها ورحت انا نمت. على الظهر لقيتهم بيصحوني وبيقولوا لي صافي اختك مذبوحه احنا سننا. صافي خلاص يا ماما، ما بقتش معانا، بقت بين ايدين ربنا. يا ماما صافي بقت بين ايدين ربنا. نديم اللي قتل صافي، مش حد غيره يعمل كده. مش بتقولوا دور على المستفيد؟ نديم هو المستفيد الوحيد. حبيبتي يا صافي، انا كنت فاكره اقصى حاجه يعملها انه يبوظ لها الفرح، يحط لها السي دي في السويت عشان جوزها يشوفه ويخرب عليها الجوازه. حتى موضوع السي دي انا ما كنتش مصدقاه غير ما شفته بنفسي. السي دي ايه اللي بتتكلمي عنه؟ اتفضلي. ايه اللي في ايدك ده؟ حبيبتي يا صافي، قلت لها صافي بلاش تحدي الراجل ده بالذات، ما تتحديش نديم كمان، ما تستفزهوش. ما سمعتش كلامي، هي كانت فاهمه غلط. هي كانت فاهمه نفسها غلط وكانت فاهمه هو كمان غلط. حبيبتي كانت فاكره انه زي بقيت عشاقها، لما يتهزم في حبها هياخد جنب، يلم نفسه على احزانه ويسكت. بس قلت لها لا، مش نديم. الناس الأقوياء اللي زي نديم بيعترفوش أصلاً بالهزيمة. هي ما صدقتنيش، ما صدقتنيش. طيب معلش يا أستاذة، أنا مقدر جداً الحالة اللي أنت فيها. كان الله في عونك، كان الله في عونك. يا أستاذة معلش، عايزين بس دلوقتي كلامنا يبقى محدد ودقيق، لأن الدقيقة تفرق معانا دلوقتي. تفتكر الدقيقة دي هتفرق مع صافي؟
صافي خلاص ماتت، نجم كمان عدالة. طيب قبل ما نوجه الاتهام لأي حد، معلش اتعبي معايا شوية وقولي لي، ممكن أفهم منك إيه اللي شفتيه على السيديهة دي؟ سيديهة تخيل حضرتك يوم فرحك وانت طالع مع عروستك السويت، عروستك اللي بتحبها وفرحان بيها، تدخل تلاقي على السرير ظرف، تفتحه تلاقي سيدي هي، تستغرب ممكن تكون ايه، صورة الفرح، اي مفاجأة من اي نوع. ايه اللي في ايدك ده؟ وريني بتعملي السي في ده؟ معرفش، انا جيت لقيته هنا. تحطها في جهاز الدي في دي، تلاقيها كليب فاضح لعروستك، عروستك انت بتحبها وناوي تعيش معاها بقيت عمرك، تفتكر شعورك هيكون ايه؟ طبعا هتسيبها، محدش هيلومك لو سبتها، ده انت لو رجعت وقتلتها بعده محدش هيلومك، مش انت اللي هتبقى القاتل. القاتل هو اللي بعت لها السي دي. ممكن افهم ايه بالظبط اللي انت شفتيه على السي دي ده؟ ده واحد من الجوستيوم؟ رد عليا! ايوه. مين ده؟ مين ده؟ ده نديم كمال. نديم كمال اسمع تسمع 23 مرة ليلة! انت كنت حاصل بتصوري ازاي بس يا شريف؟ انت كدابه. انا مش كدابه، ده مظهر واحده عارفه انها بتتصور. حضرتك تقدر تشوفه بنفسك. هو فين طيب؟ في السويت، في جهاز الدي في دي. لا مش صحيح، احنا فتشنا السويت كويس جدا، مفيش اي حاجه في جهاز الدي في دي. لا انا متاكده، انا شفته بنفسي. حد يكون أخده؟ طيب لحد ما نحط إيدنا عليها، ممكن لو سمحتي تفهميني إيه بالظبط اللي كان موجود فيها؟ يا ستي استحملي أسئلتي مهما كان شكلها بايخ أو دمها تقيل، يعني نقدر نقول إنه مثلاً كان في عليها مشاهد من علاقة خاصة بين نديم كمال وصافي سليم؟ لا معلش، كانت علاقة خاصة بين راجل ومراته شرعية، كانوا متجوزين. وأنا بصراحة يا فندم مش فاهمة، ما بقتش فاهمة حاجة اليومين دول. هو الواحدة لازم لما تيجي تنام مع جوزها تدخل الأوضة وتفتش في كل حتة عشان تتأكد ما فيش كاميرات بتصورها؟ إيه اللي بيحصل في البلد دي؟ إيه اللي بيحصل في البلد دي؟ لما واحد المفروض إن هو متحضر ومثقف وناجح وكل شوية يطلع في الإعلام يتكلم عن مستقبلنا وعن مستقبل مصر، يعمل حاجة حقيرة واطية زي دي؟ يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ سابقين الجهلة ومتخلفين والزبالة. طيب بس اهدي بقى، اهدي. قولي لي صافي قالت لك ايه كان رد فعل شريف لما شاف الكلام ده؟ انا متخيل طبعا ايه رد فعل اي راجل هيبقى ازاي، بس حكيت لك ايه؟ يعني قام ضربها، قال لها كلام بايخ بس فيه تهديد، يعني هي اكيد حكيت لك الحوار اللي ضار بينهم. ايوه. ها مش معقول. انت كدابه يا مش كدابه والله يا شريف، انا مش كدابه. سيب تاني مش هتوصل لنا. سيب تاني شريف، انت مش شايف هما بيحاولوا يعملوا ايه؟ بيحاولوا يدمروني، عايزين يبوظوا جوازنا، عايزين يموتوني يا شريف. انا مش حاضر تاني حاجه كده. يعني ايه؟ انت طالع. صافي يا حبيبتي حاولت تشرح لشريف، تفهمه ان الكليب ده اتصور لما كانت على ذمه نديم، بس المشكله اصلا هي ما كانتش حكي له عن نديم ده خالص، ده كان أول مرة يسمع اسمه هو في الفرح وهو قاعد في الكوشة. سيبه
سيبيني. لا مش عارف. يا بنتي اسحبي قدامي. مش عارف. جرب جرب. لا جرب. سيبيني اصغر. سيبيني. 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 اقول لك سيبيني. ليش اسيبك؟ سيبيني. 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 اسمه هو في الفرح وهو قاعد في الكوشه. بس انا قلت لها، انا قلت لها صافي احكي له، كان المفروض تحكي له من الاول. ما بقاش شاف الكليب، كان اصلا مخنوق، انفجر فيها، سابها ومشي. مش عارفه انت ما كانتش بتسمع كلامي. مش بتسمع كلامي. فاكره انا غيرانه منها. صدق انا غيرانه منها ليه؟ كنت عاوزه مصلحتها. هنيجي للنقطه دي بعدين. دلوقتي عايز اعرف منك، صافي كانت اول مره تشوف فيها السيده دي؟ طبعا دي كانت مذهوله، ما كانتش مصدقه اللي شايفاه اصلا. كده ان هو نديم كمال اللي كان معاه في الكليب ده؟ يعني شفتيه بعينيكي؟ ايوه هو نديم، انا عارفه نديم كويس. انا طبعا عمري ما شفت المنظر ده قبل كده، بس انا عارفه، انا متاكده انه نديم. حضرتك لازم تقبضوا عليه، وجهوا له التهمه وانا هشهد ضده. ده لو كان نديم كمال هو اللي قتلها فعلا. ده لو كان نديم كمال هو اللي بعت السيديهيه في التوقيت ده من اصله. يعني ايه حضرتك؟ مش هتقبض عليه؟ نديم هيفلت منها؟ نديم قتلها وخلاص كده؟ طبعا واحد شايل نص البلد مش عارف يشتري براءته. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ لو نديم كمال هو اللي قتلها لا هتنفعه فلوسه ولا نفوذه. انت بس عشان ما تعرفينيش كويس، لو نديم كمال هو اللي عملها ثقي ان انا هجيبه من قفاه وبايديا انا اللي هسلمه للعداله. فطالما انت متاكده ان هو اللي عملها يبقى لو سمحتي ساعديني عشان ابقى متاكد زيك. يعني عايز افهم منك، هل سبق قبل كده ان نديم كمال اهلا يا دالي، ازيك؟ ما كنتش متخيل يعني ان انت هتيجي النهارده الشغل. مش عوايدك. صافي سليم اتقتلت النهارده الظهر. ايه؟ بتقولي ايه؟ لقوها مقتوله بسكينه في رقبتها في السويت. يا نهار اسود. امتى؟ طب ما كلمتنيش على طول ليه؟ ثانيه واحده. اسمع يا ابني، وقف الصفحه الاولى والثالثه بسرعه. مش مهم نلحق الاهرام. في داهيه الطبعه الاولى اساسا. عندنا خبر مهم عايزين ننشره. هنفرد بيه. انت ناسي ان بكره رابع يوم العيد؟ يعني مش مهم الطبعه الاولى. حاضر، مع السلامه انت. هكلمك بعدين. ها قولي لي الاول، كتبت حاجه ولا لسه؟ انت نفسك عرفتي امتى؟ انت مش ممكن تتفوق على نفسك في كل مره. طب حتى اديني فرصة نتأكد انك بني ادم من لحم ودم، مش حجر جيري ما بيحسش. عيب قوي. خلي حد غيرك يقول الكلام ده. ما تنسيش ان انت محررة حوادث.
يعني شغلتك في الجريمة. تفتكري أنا لو دكتور وشفت واحد قريبي بينزف هسيبه ينزف وأقعد أتفرج عليه ولا أقوم أشوف شغلي إيه؟ هو في حد عاقل في الدنيا يسيب شغله أياً كانت الظروف؟ وهو في حد عاقل في الدنيا ينسى عشقه أياً كانت الظروف؟ مش صافي دي كانت عشقك برضو؟ ولا تكون فرحان إنها اتقتلت؟ استغفر الله العظيم. تحبي مثلاً أتهمك بإنك شمتانة إن صافي اتقتلت؟ شفتي؟ خليتيني أتكلم كلام تافه ملوش أي قيمة. قولي لي الأول، هما مسكوا القاتل؟ الله، هو مين اللي قاتل أساساً؟ أوه، قاعدين بنتكلم ونسيتيني إن في خبر مهم الجريدة واقفة عشان عاوزاه. قولي لي، في جرايد تانية عرفت الخبر؟ أنت نفسك عرفتيه إزاي؟ أنا رايحة مكتبي، خمس دقايق وهتكون كل التفاصيل عندك. سيبك من الكلمتين الباخين اللي انا قلتهم لك دول. انا فعلا لو ما كنتش شبهك ما كنتش جيت على هنا على طول، بس الفرق ان لسه ما وصلتش لدرجه موات القلب اللي انت وصلتها. سوري، اقصد درجه الاحتراف اللي انت وصلتها. البقيه في حياتك يا ريس. سيادتك، دي القايمة بتاعت كل الجاستس بتوع الفرح، وزي ما سيادتك طلبت أنا حطيت علامة إكس قدام كل اللي مجوش. أما دول فدي الميلينج ليست بتاعت الفرح. هنا بقى في كل الشرايط الفيديو والأفلام الفوتوغرافية اللي اتصوروا في الفرح. أتمنى الحاجات دي تساعد سيادتك في حل القضية. الشرايط دي مادة خام ولا متمنتجة؟ هو حد اللي يعمل حاجة سيادتك؟ ده انا اضطريت اصحي البنت بتاعت الفيديو من سبع نومه وخليتها تجيب لي كل المصورين عشان اتاكد ان كل حاجه موجوده. طيب خلاص، خليهم معاك، انت هتسلمهم بنفسك للنيابه. نيابه؟ ايوه يا سيدي النيابه، علشان دول بقوا ادله خلاص في القضيه. بس انا معليش اي مسؤوليه. هو انا كل ما اقول لحد حاجه هنا هو يقول لي نفس الكلمتين دول، هيكون عليك مسؤوليه ليه يعني؟ الا لو كنت قتلتها. ما بوركو ام سي 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 سيتين دام تري بيان. لا 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 خلاص خلاص. ايه ده؟ ايه ركز معايا. ايه الجدع ده؟ شفته قبل كده؟ لا سيادتك، عمري ما شفته. لا انا كده ازعل بقى. انا بقول ركز معايا، ركز. ها طيب، هو ده اللي قتلها؟ خالد بيه. خد مساعد. خد الاستاذ عن نيابه. انا معليش اي مسؤوليه. خد الواد ده يا خالد بيه. اتفضل. انا معليش اي مسؤوليه. ها يا مات، ايه الاخبار؟ مفاجاه فظيعه يا فندم. خير؟ مش هتصدق شفنا مين في كاميرا الاسانسير. لا بقول لك ايه، ابوس ايدك، انا مش حمل فوازير. بعد ان افقت المجن عليها صف سليم وعرضك السي الذي تحدثت عنه وروت لك تفاصيل ما حدث بينها وبين زوجها شريف راسخ، هل ممكن أن تصف لنا بالتفصيل كيف تطور الخلاف بينك وبين المجنى عليها مما أدى إلى قيامك بمغادرة الفندق في حين أنه كان من المفروض أن تتواجد بجوارها؟ لا حضرتك، أنا كان لازم أمشي حفاظاً على كرامتي. هو صحيح ده ما كانش الخلاف الأول في تاريخ علاقتي بصف سليم، وصحيح إن هي طولت عليا قبل كده، بس ما كانش بالفظاعة دي. كنت بقدر أستوعبها، بس المرة دي ما قدرتش. كلامها كان فظيع، كأن كلامها كان بيكشف علاقتنا على حقيقتها. أنا اكتشفت ما كانش المفروض أبقى في علاقة دي أصلاً. ما كانش المفروض مهما كانت ظروفي صعبة إني أشتغل مع صافي سليم، ولا عندها ولا حسب تعبيراتها المهذبة مديرة أعمالها. طب ممكن تشرحي لنا طبيعة الإهانات اللي المجنى عليها قامت بتوجيهها إليكي؟ أنا كنت لسه شايفة السي دي لأول مرة. غصب عني بتلقائية عبرت عن رأيي الأولاني في علاقتها بنديم. وتاني علاقة كانت في الأصل غلط. طبعاً عادي إنه يعمل كده. كنت مستنية منه إيه؟ يا صافي، العلاقة كانت غلط من الأصل. خلاص؟ كلكم بقيتوا الحكم العاقلين وأنا الحمارة الغبية الوحيدة اللي كنت عايشة على عماية؟ طيب،
ماشي يا سيدة الحكمة والعقل. أنا أسف، أسف إني ما سمعتش كلامك. كان مفروض أول ما تقولي لي سيبي نديم كمان أقول لك حاضر، أوامر حضرتك. إيه تاني يا سميرة ما سمعتش كلامك فيه وجاب حياتي ورا؟ قولي قولي عشان أفضل أندم عليه طول حياتي. قولي إيه لزوم الكلام ده بس؟ صافي أنا والله والله ما كان قصدي أغلطك. اسمعيني اسمعيني، خلاص اللي حصل حصل، واحنا دلوقتي لازم نفكر إزاي نعالج اللي حصل. ابهريني ابهريني بحكمة حضرتك. قولي لي ازاي ارجع شريف سميرة، ازاي ارجع، ازاي اخليه ينسى اللي شافه، ازاي اخليه ينسى اللي شافه، ازاي يا حبيبتي. هنفكر هنفكر ونفكر وهنرجعه. بصي انت اهم حاجه تسمعي صافي، عاوزاكي تهدي. مش معقول ما تقوليش هذا، ما تقوليش هذا، مش ممكن اهدى غير لما تأمن لاسمه نديم كمان. اذا كان فاكر انه ضربني في مقتل يبقى غلطان. أنا مش ممكن أخليه يعيش كده، وديني وما أعبد لكم لكم مفرجة على البلد كلها. أنا لازم أفضحهم في البلد كلها. فين الموبايل؟ موبايل فين؟ فين الموبايل؟ أنت رايحة فين؟ إن ما كلمته مرمطة بكرامة أمه والأرض ما بقاش إلا صافي. صافي هاتي الموبايل. لقيتي إيه ده؟ أنت كلمتي؟ أنت إزاي تكتشفي مني الموبايل كده؟ جرى يا سميرة؟ أنت نسيتي نفسك ولا إيه؟ أنت اللي تقولي لي أعمل إيه وما أعملش إيه؟ انت خلاص سيبتي ليه؟ هاتي الموبايل بقولك هاتي. صافي صافي الدكتور منبه انفعالي مش كويس عشانك. صافي لازم الاول تفكري هتقولي له ايه؟ هتكلمي تقولي له ايه؟ انت هتعملي لي فيها العقله ولا ايه؟ انت تخرسي خالص وتغوري في 60 دقيقه على اوضتك لغايه اما عاوز وشك النحس ده ده لو وصلته اصلا. يلا غوري انا مش طايقاكي غوري. اتقتلت وشكله كده نايم في الصاله ولا هو داري بحاجه. لا حول ولا قوه الا بالله، لازم نعرفه. طب طب ما تكسر يا ابني الباب عليه. مفيش قدامي غير كده. فايق وزي الفل اهو. في ايه يا علي؟ انت جيت ازاي؟ انا وبركات قعدنا نخبط عليك في قلات، اضطريت اكسر الباب ودخلت عشان اشوفك. قوم قوم اغسل وشك بس. والله هو الاستاذ بركات جه هنا بنفسه عشان يشوف ابوه؟ امال كان بيكلمني الصبح زي ما اكون عدوه مش ابوه، بيكلمني زي الزفت. معلش هو 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 فين بركات؟ راح فين يا علي؟ ها؟ معلش هو اوعى تقول لي انه جاي عشان يعتزل. لا مش هقبل منه اي اعتذار. وفي ايه يا علي؟ مفيش مفيش عمل حبيبي مفيش. يعني ايه امينه اتقتلت؟ واتقتلت ليه؟ ومين اللي قتلها ويقتلوها ليه يا علي؟ مين اللي قتلها يا علي؟ لا انت بتخرف، اكيد انت بتخرف يا علي. امينه ما ماتتش، ده امينه طيبه وبنت حلال وعمرها ما اذت حد في حياتها. مين اللي قال لك يا علي؟ اوعى يكون الواد بركات. لا ده عيل اهبل وعبيط وبتاع امه، تلاقيه بيستظرف ولا بيقول كلمتين ولا عايز يعمل فيها راجل. لا امينه ما ماتتش يا علي، امينه عايشه. مش كده؟ انت شفتها يا علي؟ انا عايز اشوفها يا علي. راحت فين امينة؟ رحت فين يا امينة؟ اوعى يا علي سيبني يا علي، مسكني ليه؟ موت نفسك. وانا بيدي اعمل ايه يا علي؟
أنا بس عايز أشوف أمينة، نفسي أشوفها يا علي. أنت شفتها؟ أصل أنا النهاردة الصبح كلمتها في الأوتيل، والله العظيم يا علي كلمتها في الأوتيل وقلت لها خلاص خلاص يا أمينة أنا مسامحك، والله العظيم مسامحها وبدعيلها، والله العظيم بدعيلها. بس بصراحة يا علي أنا النهاردة الصبح ما قدرتش أدعيلها، خفت ربنا ما يقبلش دعوتي، كنت سكران كنت سكران يا علي، خفت ربنا ما يقبلش دعوتي. بس والله العظيم أنا هتوضى وأصلي وأدعيلها، وأكيد أكيد ربنا هيقبل دعوتي، مش كده يا علي؟ أكيد أكيد يا عم محمد. أنا ده بس كده، خد لك دش وغير هدومك عشان في إجراءات لازم تعملها أنت بنفسك، أنت أبوها برضه. صح يا علي، في إجراءات لازم أتممها بنفسي عشان أنا أبوها، صح؟ أيوة يا علي. اهدى يا عم عبد الحميد، أنت راجل مؤمن. بس أكيد ربنا هيصبرني يا علي، مش كده؟ أكيد أكيد ربنا هيصبرك. أكيد يا عم عبد الحميد طبعا، أنت راجل مؤمن، راجل مؤمن، وأكيد ربنا هيصبرك. ده لو ربنا ما صبرنيش هتبقى مشكلة كبيرة أوي يا علي. أنا هغير هدومي وأجي معاك. بس أمينة كويسة يا علي؟ أمينة كويسة عايشة مش كده؟ هنشوفها مع بعض، هنروح عشان نشوف أمينة كويسة مش كده؟ التاريخ والتوقيت ده؟ متأكد يا فندم طبعاً. أه دول بالذات مش ممكن يتلاعب فيهم يا باشا. لا ممكن يا فندم، بس المسألة محتاجة وقت، وإحنا ما مشيناش من هنا أساساً. هما كله هيبان 10 الصبح، يعني ساعة واحدة قبل وقوع الجريمة. معقول القضية تخلص بدري كده؟ لا طبعاً ما اتحلتش، ده كده اتعقدت اكتر. ازاي سيادتك؟ لما الاقي المستفيد الاول من وقوع الجريمه موجود في نفس توقيت وقوعها ما تبقاش القضيه اتحلت؟ يا حسن افهمني، انت مش سمعت بنفسك دلوقتي خطوره ان اسم نديم كمال يجي في القضيه؟ يعني ايه سيادتك؟ نسيبه يفلت منها يعني؟ حسن انا مش فاضي لاي مزايدات هبله دلوقتي. انا ما قلتش كده، انا بقول ان القضيه لو كانت على قد ان زوج مخدوع اكتشف حقيقه عروسته وتهور وذبحها وهرب كانت تبقى سهله، انما انك تدخل واحد من اكبر رجال الاعمال في مصر اللي ليهم علاقات قويه برجال سياسه كبار في البلد. ما انت شاطر وسابق سنك قوي يا حسن، تقدر تقول لي ايه اللي في ايدينا عشان ندخل اسم نديم كمال في القضيه؟ ممكن يجيب لك 600 حجه لوجوده في الاوتيل في نفس الوقت. فين دليل تواجده في مسرح الجريمه؟ هل ليه بصمات في مسرح الجريمه؟ وفين السي دي اللي قالت عليه صاحبه القتيل؟ هنقول النيابه ايه؟ ان شاء الله ربنا يوفقنا ونجيبه، واحنا ما نعرفش اصلا هو راح ازاي، ولا راح قبل اكتشاف الجريمه ولا بعد اكتشاف الجريمه. يا فندم يا فندم انا ما قلتش اننا نطلع مذكره ضبط واحضار لنديم كمال، انا فاهم كويس قوي ان في اجراءات ولازم تتراعى، انا بس كل اللي بقوله ان احنا نعتبر نديم كمال مشتبه فيه في القضيه زيه بالظبط زي الدكتور شريف راسخ، بل واكتر. على الاقل شريف راسخ ما تصورش في كاميرات الاسانسيرات في نفس وقت وقوع الجريمه. يا حسن يا حسن ما تنساش ان نديم كمال طلع الدور اللي فوق سويت صافي، ما طلعش نفس الدور، ولما نزل نزل على الدور الارضي مباشره وانت شايفه بنفسك، عشان كده مش هنقدر نعتبره مشتبه فيه رئيسي الا لما يجي تقرير المعمل الجنائي ونشوف هيقول لنا ايه بالظبط. على العموم المعمل الجنائي هيبعت تقرير بصمات بكره الظهر باذن الله، بس انا طبعا مش متخيل ان نديم كمال يكون بالسذاجه اللي تخليه يسيب بصماته على سلاح الجريمه، ولا بالسذاجه اللي تخليه يسيب سلاح الجريمه في رقبه المجني عليها. يوه شفت حسن؟ شفت اديك جردتني لمجرد الافتراض ان نديم كمال ورا اللي حصل. ايه يا حسن مش ممكن انت كده، انت هتودينا في 60 داهيه كلنا ان شاء الله. ليه يا فندم؟ هو مين فينا الحكومه، احنا ولا نديم كمال ولا زي حسن؟ ما تختبرش حب ليك اكتر من كده.
من هنا لحد ما يجي تقرير البصمات هيفضل جوزها شريف راسخ هو المتهم الاول في نظرنا. لو ما لقيناش بصماته على سلاح الجريمه هيبقى لكل حادث حديث. طيب مش ممكن سيادتك نستدعي نديم كمال للشهاده وناخد بصماته؟ يمكن يبقى فيه مفاجات. انتهى الكلام في الموضوع ده. انت تريح نفسك وقسم رجالتك نبطشيات وفرق، مجموعه تفرغ كاميرات المراقبه ومجموعه تفرغ شرايط الفرح. ومن هنا لحد ما يجي تقرير البصمات اهم حاجه عندي انك تخلي رجالتك يجيبوا لي شريف راسخ ده من تحت تقطيع الارض. مفهوم يا حسن؟ تمام سيادة. ساعة الباشا، ساعتك وصلت الحاجة؟ ده مفيش جهاز إنذار.
الله، ده برضه مفيش جهاز انذار هنا كمان. امال ايه سعادتك؟ استحاله استحاله حد يطلع الا ما يكون معاه كارت الاسانسير. كده سعادتك ممكن اي حد يطلع. اتفضل هاتهم لي من قفاهم كل اللي مسؤولين عن الصيانه في الاوتيل. عايزين نفهم بقى جهاز الانذار ده عطلان من امتى وايه اللي عطله اصلا. لو اي حد فيهم كان غاد الاوتيل تعمل له ضبط واحضار فورا. اوامر سعادتك. يا سعاده الباشا، سعاده الباشا حضرتك ماسك القضيه بتاعت القتل اللي حصلت هنا بتاعت امينه عبد الحميد. امينه؟ قصدك صفي سليم؟ لا يا سعاده الباشا، امينه عبد الحميد بنت يا بيه. ايه في حياتك؟ شد حيلك. حياتك الباقي يا باشا. يا سعاده الباشا، انا نفسي اشوف بنتي اعمل معروف، اصل انا رحت المشرحه ما رضوش يدخلوني، قالوا لي لازم تجيب تصريح، وانا عاوز اشوف بنتي اعمل معروف. ابوس ايدك يا عم عبد الحميد. مالك؟ هو انت بتطلب حاجه مش حقك؟ ده حقك ولازم تاخده. انت من قرايب المجني عليها؟ انا كنت خطيبها زمان وجار عم عبد الحميد. الا يا باشا مش المفروض يعني تخطله والدها رسم عشان يروح يتعرف على بنته؟ معلش يا سعادة الباشا، بس أنا نفسي أشوف بنتي. الله يخليك. إحنا أخترنا أخوها وجيت أعرف على الجثة وطلبنا منه إنه يبلغ بقية العيلة. أنا ما كنتش عارف إن والدها عايش. لا مؤاخذة، مش قصدي يعني. هو حضرتك كنت حاضر الفرح؟ لا يا سعادة الباشا، ما كنتش حاضر، بس يا ريتني حضرت، يا ريتني جيت غصب عن الكل يا سعادة الباشا، كنت شفتها، يا ريتني حضرت يا أمينة، كنت شفتك يا بنتي. خلاص 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 بقى، أنت راجل مؤمن. خلاص. هوديك تشوف بنتك. الله يخليك يا باشا، الله يخليك. لك ايه؟ هو صحته عامله ايه؟ هيستحمل يشوف منظر زي ده؟ والله ما انا عارف، ربنا معاه بقى. عم عبد الحميد، هسبقك انا بقى. انت معاك عربيه؟ لا معيش عربيه، هجيب تاكسي. معكش عربيه؟ تعالى معانا. لا شكرا. شكرا ايه؟ ما دام معكش عربيه تعالى معانا. تعالى يا عم. انا هحتاج لك. تعالى. اتفضل يا ابني. اتفضل. الله يخليك يا سعادة الباشا. ما تعرفوش مين اللي قتل بنتي يا سعادة الباشا؟ لسه مش عارفينه يا حاج، بس ما تقلقش هنجيبه. هروح مننا فين؟ ما تخافش، لما بنتك مش هيروح قدر. بس غريبة أوي يا باشا، يعني مش عارفين تحموا الناس اللي قاعدين في الفنادق السبع نجوم. أمال الناس بقى اللي في الشوارع والحواري دول بيعملوا إيه بقى؟ والله لسه ما حطيناش الافراح ضمن الاهداف الامنيه اللي مركزين عليها يا استاذ. اسمك كريم ايه؟ علي القاضي حضرتك. اتفضل معاهم يا حاج. معلش شد حيلك، كلنا له. بغض النظر عن اذا كان من حقك الدخول ولا لا، صدقني هتشكرني عشان منعتك تخش. انا بس خايف على عم عبد الحميد مش اكتر. ما تخافش عليه، ربنا معاه. واللي عندك مانع ان انا اخد رقم تليفونك؟ انا بس مش شايف معاك موبايل. انا ما احبوش. طيب ممكن تليفون البيت؟ يعني عايز ادردش معاك شويه، او اتفضل شرفني في المكتب واشرب معايا. انا ما بحبش ادخل مكاتب ظباط المباحث. ليه يعني؟ هو سيادتك شغال فين بالظبط؟ شغال في الثقافه الجماهيريه، مشاعر عامه. شعر سياسي بقى عشان كده يعني. ده ايه ده اللي عشان كده؟ عشان كده يعني واخد موقف من اولها. يا سيدي انا مش ضابط امن دوله، انا لا عايز اقررك ولا عايز اجندك، كل ما في الموضوع ان انا عايز ادردش معاك شويه عن صافي امينه يعني. يا امينه! امينه! ما تقلقش عليه، هم مدربين على التعامل مع المواقف زي دي. ممكن بقى تليفونك؟ حضرتك شايف ان الكلام في الحاجات دي مناسب؟ لا طبعا، انا دلوقتي فاهم الموقف مش مناسب، وعشان كده بقول لك ممكن تليفونك. طب افرض انا بقى مش عايز اتكلم في كلام شخص زي ده. والله في الاحوال الطبيعيه ده يبقى افتراض منطقي جدا ومن حقك، انما لما يبقى في جريمه قتل اي امور شخصيه بتبقى مواضيع ذات صله بالجريمه. حضرتك بقى عايز تتهمني بالقتل عشان ما اتكلمش مع حضرتك؟ يا سيدي حد اتهمك بالقتل ولا قال لك اي حاجه؟ يعني هو انا هبقى اول واحد تتهموه بجريمه ما عملهاش؟
ولا تكون عايزين يعني تقبضوا على القاتل الحقيقي وتسمموا لنا مناخ الاستثمار في البلد؟ انت ايه اللي عرفك ان القاتل مستثمر؟ يعني هو انا لو قلت لك هتقبض عليه؟ لا طبعا، هعمل له تخفيض على كروت الشحن بذمتك. ده سؤال تساله الضابط بيحترم شغله. بصراحه بقى انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، انا وهي علاقتنا انقطعت من زمان، ما عادش لنا سبب بعض خالص، كل اللي جابنا هنا ظرف انساني مش اكتر، ابوها لوحده واحنا ولاد بلد ونعرف في القصور برضه. ده كل اللي ممكن اقوله لك في الموضوع ده. ما نعش ذبحوها فينا يا علي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كل الله يا زلمة، أنا عاوز حق بنتي أحكم، حق بنتي أحكم. تعال تعال تعال، أنا هوصلك. لا شكرا، أنا هوصلك. مش عايز نعطلك عن القبض على القاتل. حق بنتي. شوف لنا حد من معارف الوالدة خالد، تعبان يا أخي. سعادتك إن شاء الله أول ما ترجع من السفر هحل لك الموضوع ده على طول يا باشا. طيب ما تنساش بقى، أنت ما تخدمش أبداً. تمام سعادتك، مش المفروض سعادتك نبلغ النيابة ونقدم الدليل ده رسمي عشان ما فيش أي حاجة تتاخد علينا بعد كده في القضية؟ دليل إيه بس يا خالد؟ الموبايل ده مش دليل، كل ما في الموضوع إن في حاجة معينة في دماغك، لو جت صح هتقلب القضية كلها، لو جت غلط ما خسرناش حاجة وزي ما إحنا ماشيين. أنا بس عايز أطمنك إحنا ماشيين قانوني وسليم وتمام. في الأول وفي الآخر دي إيه؟ دي بصمات، يعني إما كانت موجودة في مصلحة الجريمة يا إما ما كانتش موجودة، لكن إحنا مش هنحطها بالعافية مثلا. تمام سعادتك. على العموم سعادتك إحنا في انتظار تقرير رفع البصمات وهو هيبين لنا كل حاجة سعادتك على الآخر. نتفائل بقى ونقول يا مسهل. يا مسهل سعادتك. لا بقول نتفائل، يعني نفرد وشنا ونقول يا مسهل يا رب. يا مسهل يا رب. هوبليس كيس يا خالد. صباح الفل. صباح الخير يا باشا. ها ايه الاخبار؟ تقدر تقول لي البدايه مشجعه، بس يا رب تكون مفيده ليكم وتبنوا عليه كل شغلكم. ده صوره من التقرير اللي هيروح للنيابه. تمام. شوف سعادتك، وقد تبين بعد رفع البصمات الموجوده على السكينه المشار اليها كأداة مفترضة في تنفيذ جريمة القتل وجود بصمتين محددتين. عظيم، عظيم جدا. أنا كنت قلقان قوي إن الجاني يكون مسح البصمات بعد ما نفذ الجريمة. المهم حددتوا البصمات دي لمين؟ أيوه، كنا متوقعين نلاقي بصمة القتيلة بس ما لقيناهاش. ده طبيعي جدا، لأن هي كانت طالبة فطار عادي، يعني ما يستلزمش وجود السكينة دي أصلا. البصمة الأولى كان لواحد من العاملين في الروم سيرفيس، اسمه موجود هنا، يمكن يكون في مبرر لوجود بصمته بحكم عمله. انما الغريبه شويه البصمه الثانيه. طلعت لمين؟ لواحد اجنبي من النزلاء الفندق، امريكان الجنسيه، اسمه هنا برضه. معقوله؟ ايوه، احنا خدنا بصمته قبل ما يغادر الاوتيل، زيه زي كل النزلاء والعاملين في الاوتيل، وطلعت بصمته مطابقه لواحده من البصمات اللي موجوده على السكينه. يعني ما لقيتوش بصمه جوزها شريف راسخ على السكينه ابدا؟ ما هي مش عندهم اصلا يا خالد، مش لما نلاقي الراجل الاول. لو ان موقفه دلوقتي بقى احسن بكتير بعد موضوع البصمات ده. طب ازاي سعادتك؟ يا سيدي ما التقرير قدامك اهو. في ايه؟ التقرير بيقول ان هي دي البصمات اللي تم تحديدها. يعني احنا ما عندناش حاجة ضد شريف راسخ دلوقتي لغاية ما يطلع تقرير الطب الشرعي ولغاية ما نشوف نتيجة تحليل الحمض النووي. بالظبط يا فندم. اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي ان احنا نلحق الجدع الامريكاني اللي موجودة بصمته على السكينة. على الله بس ما يكونش غادر. احنا متشكرين قوي يا بيه. مع السلامة يا باشا. شكرا. متشكرين سعادتك. مع السلامة يا باشا. تفتكر سيادتك الراجل الامريكاني ده له علاقه بتنفيذ الجريمه؟ اقصد سعادتك يكون من الناس المرتزقه اللي بيأجروهم عشان ينفذوا الجرائم زي الافلام الامريكاني سعادتك؟ بنسبه 90% الجدع الامريكاني ده كان نازل في الغرفه اللي جنب جناح صفي سليم، انا شفته. جدع غريب الاطوار كده وشكله مش مريح خالص. بس لغايه ما نفهم ايه حكايته ممكن جدا يبقى عنده مبرر لوجود بصمته على السكينه. فاكر لما انا سالت الولد بتاع الروم سيرفيس إذا كان في حد في الدور بتاع جناح صفي سليم
طلب ستيك في اوردر العشاء او بعد نص الليل في الليله دي، فاكر؟ فاكر سعادتك. انا هفترض ان الجدع الامريكاني ده طلب ستيك، الامريكان اصلهم كيفه ستيك. بعد ما خلص الاكل طلع العربيه بره الاوضه، القاتل شاف السكينه وهو متجه لجناح صفي سليم، قام واخد السكينه ومقرر في التو واللحظه انه يستخدمها. كده سعادتك ما كانش في نيته انه يقتل، او كان معاه سلاح تاني خالص بس شاف ان السكينه دي تساعده اكتر في تضليلنا. يبقى الراجل الامريكاني كده ملوش دعوه بالجريمه، والا ما كانش يتقدم بحسن نيه عشان ناخد بصمته. بص يا خالد، لما يبقى في جريمه قتل ما احبش ابدا ان انا افترض حسن النيه في اي حد، فاهمني؟ فاهم سعادتك. طب هو خالك مش دكتور؟ ايوه سعادتك، بس ده دكتور تخدير سعادتك. يا سيدي مش مبرر، اكيد عنده صاحب انف واذن، ما تكلمه يا سيدي. يا عليك يا خالد يا عليك. اسف سعادتك، قافل موبايله. يا سيدي برضه مش مبرر، دكتور تخدير يقفل موبايله ليه؟ كلمه يا خالد، انا تعبان يا اخوانا، مش معقول والله. عاجبك كده؟ انت تقفل دلوقتي. استهدى بالله كده، خد اشرب كوبايه الانسون دي، هدي نفسك. الناس دي يا عم عبد الحميد ما عندهمش لا اخلاق ولا ضمير ولا ذمه، كل اللي يهمهم ان هم يبيعوا جرايدهم وخلاص، ان شاء الله حتى يدوسوا على البشر. هم دول اللي ودوا امينه في داهيه يا علي، هم دول اللي لعبوا في دماغها بالفلاشات بنت الكلب اللي تزغلل العينين. كان يوم ما طلعت له الشمس يوم اسود، يوم ما رجعت البيت فرحانه باول صوره تنزل ليها في الجرايد. فاتنت كليه الاعلام الفائزه بمسابقه ملكه جمال جامعه القاهره، اعشق التمثيل، واهلي رفضوا دخولي معهد الفنون المسرحيه. من ساعتها نداها ندهتها يا علي، راحت ما رجعتش، وانا بعبطي طوعتها قلت وماله، عيلة وفرحانة بشبابها بكرة تعقل، أهو هتتخرج من الجامعة بعدين تتوظف وبعدين تتجوز وتتهد زي كل البنات ما بيتهدوا، لكن لا يا علي لا، فجأة بقت هي اللي بتصرف على البيت ومغرقانة بالفلوس والهدايا. أصلا النهاردة عندي إعلان مهم قوي، بكرة أنا عندي تصوير أغنية، بعد بكره في برنامج مهم قوي قوي قوي. نو 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 يا بابي، اصل انا الليله دي لازم اسهر، اصل في حفله مهمه قوي. وانا تطيت ونخيت والزمام فلت، وبقيت امد ايدي عشان اخد مصروف، ضيعت نفسي وضيعتها معايا يا علي، ضيعت نفسي وضيعتها معايا، والله العظيم يا علي لو اعرف ان ده هيحصل ما كنت طوعتها، والله ما كنت طوعتها، انا كنت كسرت دماغها ولا انها توصل للي وصلت لي، والله العظيم كنت كسرت دماغها ولا انها توصل للي وصلت لي. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا عم عبد الحميد، بس في ايه؟ ايه اللي حصل يعني؟ هو انت انا كنت كفرت ولا كنت تعلم الغيب؟ انت عملت اللي عليك. ما تقوليش عملت اللي عليك، انا ما عملتش اللي عليا يا علي، وانت كمان ما عملتش اللي عليك. سبتها ليه يا علي؟ طوعتها ليه؟ ضيعتها ليه يا علي؟ اول ما قالت لك نفك الفتحه ونفسخ الخطوبه على طول رميت الدبله وسلمت وسبتها ومشيت. ليه يا علي؟ ليه ما حاربتهاش وحاربت الدنيا كلها علشانها؟ ليه يا علي؟ تعال هنا كلمني رد عليا، ليه ما فوقتنيش من الوهم اللي انا عايش فيه ومعيشها معايا فيه؟ ليه يا علي؟ رد عليا يا علي. ابوه هو اللي هيساعدني. صحيح الراجل ما كانش راضي عن تصرفات بنتي من ساعه ما سابتني وغيرت اسمها وغصبت عليه انه يقفل المحل بتاع الكبده، بس اكيد مش هتهاون ابدا في حق بنته، انا بعرف ممكن يجيبك.
لا سيادتك، ابوها راجل غلبان واكيد هيخاف يقف قدام راجل زي نديم كمال. يعني ايه نديم كمال؟ ايه نديم كمال؟ نديم كمال اله؟ نديم كمال راجل واصل وقادر، بس احنا مش هنسيبه في الملعب. باقي وايا ما كانت النتيجه مش هنرضى ان انا نفضل نشتغل في الشوارع الصغيره ونسيب الشوارع الكبيره. يا ريت سعادتك الاب يقتنع بالكلام ده. اقتنع يا فندم، ويعني هو هيخسر ايه قد اللي خسره بقتل بنته؟ ايه يا عمال؟ تمام، ايه الاخبار يا عمال؟ زي ما توقعت. زي ما توقعت بالظبط. طالع مهد، انا جاي لك. مع السلامه. وقف يا استاذ سيف. تحت امرك يا فندم. كده وضحت الرؤية. الست هانم والبهوات اللي شغالين معاها في المطبخ المحترم بتاع الاوتيل العبقري اللي احنا فيه ده، لما شافوا ان سكينة الستيك محدش استخدمها ظاهريا يعني كده، قال لك نتعب نفسنا ونغسلها ليه؟ ما هي نضيفه اهي وزي الفل وكل سنه وانت طيب والجو ده. اتاخدت السكينه من عربيه الراجل الامريكاني الريزل اللي كان طالب ستيك وما كملش اكله لاي سبب، مثلا جاله تليفون علشان ينزل ينفذ العمليه المنيله اللي كان جاي لها مصر دي. ايوه جه عامل الروم سيرفيس، خد العربيه عليها السكينه، نزل بيها على المطبخ. ما غسلوش بقى ولا نيله. ايوه اتاخدت السكينه اتحطت على العربيه اللي طالعه للراجل الخواجه الفرنساوي. أيوة. اللي طالب الستيك واعترض على السوا بتاعه. ايوه خرج العربيه طلعها في الكوريدور، جه القاتل لقى هديه، سلاح مجاني وعليه بصمات حد تاني اكيد، خد السلاح وراح داخل المجني عليها. كل ده علشان عامل محترم كسل انه يغسل السكينه زي ما المفروض انه يحصل في اي اوتيل بيحترم نفسه. الحقيقه في نقطه محيراني قوي معالي الباشا. هنفترض سعادتك ان عامل الجريمه دي عنده خبره جامده قوي بالنواحي الامنيه، فسعادتك كده ممكن ما نلاقيش بصمات على السكينه. وحتى لو فرضنا معالي الباشا انه كان لابس جوانتي، يبقى لازم البصمات دي تتمسح سعادتك، ولا المفروض البصمات دي تفضل كده كده موجوده؟ النقطه دي محيراني قوي معالي الباشا، ويستحيل يستحيل سعادتك يكون قتلها بالنصل. بس مش ممكن يا معالي الباشا، دي مضروبه كده. حضرتك شفت عمق الطعنه داخل حد فين في رقبتها يا فندم؟ بص يا عماد، انا فاهم طبعا، فاهم قصدك يعني، وفي حاجات هيبقى بدري ان احنا نستنتجها دلوقتي، بس ده الكلام ده بشكل عام. بس عموما في القضايا اللي من النوع ده بلاش نقول كلمه يستحيل، بلاش يستحيل دي خالص. هو انت كان يجي في ذهنك ان هو ده السبب لوجود بصمه الامريكان؟ فك الكلام شويه. يا علي ايه اللي حصل؟ طلعت من تحت على هنا على طول جاي في اتجاه السيد، دخلت بصيت اتاكدت من رقم الغرفه، عرفت ان هي دي. كان دي موجوده زي ما هي كده، بس ما كنتش واخد بالي على سكينه او على ايه، بس كان في حاجه في المكان ده. اتجهت على باب الاوضه، خبطت شويه، هي اللي فتحت. كان شكلها غريب قوي، كلمتني احتد بينا الكلام فدخلت بيها لجوه. انت بتعمل ايه؟ انا جاي عشان اكون جنبك يا امينه. ازاي غابت عني دي؟ ازاي ما فكرتش فيها قبل كده؟
انت بقى اللي عملت حكايه الجواب بتاع القنبله عشان تبوظ لي فرحي مش كده؟ دفع لك كام نديم كمال عشان تعمل كده؟ انت اتكلم. ايه ده عدد اتهامات غريبه؟ تقول انت عملت وعملت وعملت وعملت. انا نفسي ما عرفتش افكر اعمل ايه. حاولت اهديها. تعالى اقف هنا. لا بالظبط هنا كده وقفت كده. حاولت اهديها مسكت بيها كده وقعدت امشي بيها بيها. بتتكلمي عن ايه؟ بتتكلمي عن ايه يا امين؟ امين امين؟ انا اسمي صافي سليم فاهم؟ انت دخلت هنا ازاي ها؟ طبعا تلاقيك مربط مع حد من الاوتيل مكتوب اسامي الادوار عليا. انت تبعت الجواب بتاع القنبله وهم يبعتوا لي السي دي على سويت مش كده؟ عاملين عليا عصابة عشان تدمروا حياتي وتبوظوا فرحتي. ادمرك يا امينه؟ انا ادمرك؟ انا ما اتمناش الخير لحد قدك. تحب عمري يا امينه؟ نسيتي مين؟ انت مجنون؟ امينه ايه وحب عمري ايه؟ انت لسه ما فوتش من الوهم بتاعك ده؟ بقى انا احبك انت بامره ايه وعلى ايه ان شاء الله؟ عشان كلمتين الشعر اللي انت دوشت دماغي بيهم عايز نعيش معاك في الفقر والزباله دي طول عمري؟ جاريك ورا الفلوس جاريك ورا الغنى ها؟ بسالك ليه؟ ايوه كده ايوه كده. طلع الغل والحقد اللي جواك. اوعى تكون فاكر عشان المؤامره الرخيصه دي ده معناه ان انتوا كسرتوني. ده بعدك فاهم؟ ده بعدك. مؤامره ايه؟ انا ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه يا امينه. هتستعبط؟ هتنفض ايديا وترجع لورا عند الكرسي كده او ادفع عند الكرسي ده. وعرفت تشتمني وتقول لي كلام كتير 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 قلت لها انا اما تسيباني وجريت على جوه عشان تقول له عشان تبلغ عن الامن او اللي شغالين في الاوتيل. انا هخليك ازاي تعرف تتكلم؟ انا هطلب لك دلوقتي اللي يخليك تنطق. هطلب لك السكيورتي عشان يعرف انت ازاي دخلت هنا ومين اللي دفع لك تعمل كده. ان ما وديتك في داهيه يا هواط يا زباله ما بقاش انا صافي سليم. وديني اللي هوديك في داهيه. انا يا امينه خفت انا هاجي تيجي ورايا فطلعت اجري. انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ الحقوني الحقوني. مسكت الكلينه خافت مني جريت بهددها. لا لا السكينه في رقبتها. ايوه سبت السكينه في رقبتها موجوده كده وقمت خارج من العيال برضه لفيت بص كده بص كده طردت من هنا. شوف الفندق ازاي؟ طلعت من الحته اللي انا نزلت من الاسانسير كان مفيش اي حاجه. فضلت لحد استنيت لحد بقيت ناس كتير قوي بتخرج وقمت نازل في وسطهم. تمام كمل ولا خلاص وقفنا على كده؟ طب يا شباب مش هو اللي قتلها يا فندم. علي القاضي لا يمكن يكون هو اللي قتلها. زعبولنا القلنا رجع تاني. في ايه يا حسن؟
سيادتك تقرير الطب الشرعي مناقض لكل اقوال علي القاضي في اعترافه، ده لو سمينا التخاريف دي اعتراف اصلا. برضه جبت الاقوال وقريتها؟ انا مش فاهم انت ايه علاقتك بالقضيه دي اساسا؟ وباي حق تتدخل فيها؟ اما شيء غريب قوي. سيادتك انا متاكد ان النيابه لما هتحقق في اقواله وتقارنها بورق القضيه وبتقرير الطب الشرعي هتوصل لنا وصلت له ما ياش عبقريه مني سيادتك. الاحسن انها تيجي مننا بدل ما يتقال اننا حبينا نخلص من القضيه وخلاص او ستفناها عشان نبعد الشبهات عن حد زي نديم. حسن حاسب على كلامك احسن لك وبلاش تزايد عليا، ولا انا مبقاش شريف ووطني في نظر سيادتك الا لما اتهم نديم كمال ومن غير ادله. شيء غريب قوي، هي حرقة الدم دي يا أخي؟ كل شوية يجي لي بمصيبة سودة. سيادتك أنا مش عايز أتهم نديم كمال. نديم كمال بالنسبة لي دلوقتي ملوش أي صلة بالموضوع غير إنه اشترى علي القاضي وخلاه يعترف بارتكاب الجريمة عشان الناس تبطل تجيب سيرته ومصالحه ما تتهزش. أي فلوس رماها لعلي القاضي ما تسويش خسائر ساعتين في البورصة. يا ابني وعلي القاضي ده أهبل. هو متهم بسرقة موتوسيكل. دي جريمة قتل وحاطين فيها رقبته يا حسن. سيادتك لو كنت شفته وشفت كم المرارة اللي هو فيها كنت هتعرف ان هو مش سعيد قوي بحياته يعني. ثم نديم كمال اكيد عمله البحر طحينة واوهمه انه قادر يخرجه منها بطقم المستشارين والخبراء بتوعه باي سكة بقى، مرض نفسي، ثغرة في القانون. وسيادتك فاهم، سيادتك ادرى مني. يا اخي انت توهتني بكلامك اللي يحرق الدم ده. يا ترى بقى عندك حد تتهمه ولا هترجعنا تاني لنقطه الصفر؟ لا طبعا سيادتك، الورقه دي هتقول لك مين هو اللي قتل. ابوس ايدك يا سعاده الباشا وحياه ولادك، مش عايزه دم بنتي يروح هدر. يا ستي ما قلت لك اطمني، دم بنتك مش هيروح هدر باذن الله. ما انتوا هتلبسوها لعلي القاضي. ايه نلبسها لعلي القاضي؟ على ما تاخدي بالك من كلامك شويه يا ست. انا ما بلبسش قضايا لحد. مش علي القاضي هو اللي اتنيل اعترف؟ وبعدين تعالي هنا بقى. مش غريبه يعني انك تبقي محموقه قوي علشان مسكنا اللي قتل بنتك بعد ما اعترف بنفسه؟ علي القاضي، علي القاضي مش ممكن يقتل بنتي. علي القاضي اكتر واحد حبها في الدنيا. ده لولا علي القاضي يا باشا كان زمانها موتت نفسها من زمان. ده علي القاضي هو اللي حاش عنها ابوها وظلمه فيها. حبها حب ما حدش في الدنيا كلها حبها قده. ده يمكن كان احن عليها مني. ده لو كانت اتجوزته كان زمانها عايشه في سعاده وانا ما حدش شاف. غيرش الفلوس اللي لعبت بدماغها لما دخلت الجامعه وشافت امثال سميره طلعت بقت حاسه انها ما عاشتش. بقت كل يوم ترجع لنا بحكايه شكل فلانه لابسه ما اعرفش ايه، دي متجوزه ابن فلان، دي جايبه عربيه شكلها ما اعرفش ايه، مع انهم كلهم ما يجوش ربع جمالي. والمشاكل ابتدت تزيد بينها وبين علي القاضي، مشاكل وتكبر. وما كنت اروح اصلح بينهم واقول لها ده علي القاضي اللي بيحبك واللي حبتيه يا امينه، تقول انا حبيته ياما عشان ما شفتش غيره. وعيشه البدروم دي مش مكتوبه علينا. ياما عيشه الفقر وابويا والعلي القاضي مش مكتوبين علينا، لنا عيشه تانيه غير كده وهتشوفي ياما. وصدقتها ومشيت وراه. ويا ريتني ما صدقت، ويا ريتني ما شفت. يا ريتك كنت عشتي يا امينه في البدروم ولا استنى اما اشوفك تحت الارض وانا عايشه يا ربي. طيب يا ستي خلاص. خلاص يا ستي استهدي بالله كده وهدي نفسك شويه. انا عايز اطمنك ان اللي قتل بنتك هيبقى في ايدنا خلال كام ساعه بالكتير. بس اهدي كده بقى علشان في كام حاجه في كلامك مش فاهمها ولازم افهمها. يا عماد لا عماد اتكلم بسرعه انا مش طايق نفسي. طيب انا جاي انا جاي. زي ما سعادتك شايف مع الباشا قبل ما يكلمها من تليفون بيت كلمها كتير على الموبايل فما ردتش عليه، وده اسم سعادتك على قائمه ميست كولز.
بعد كده مع الباشا واكلم الاوتيل عشان اعرف رقم السويت حولوه عليه على طول. ودي كانت المكالمه الوحيده اللي جات لها اثناء دخولها السويت واكتشاف الجثه. هي حاولت تكلم موبايلات كتير افهم من موبايلها، طلباتهم ما ردوش عليها، فاضطرت تستخدم تليفون الاوتيل مع الباشا. عايز اشوفه ما واخوه فورا. وصلتوا له؟ فين؟ طيب كويس قوي، خليكوا عندكم وانا جاي لكم حد. انا جاي لكم حد. عرفت ساعتك انه معتكف في الجامع ده بقى له يوم بحال. قتلت بنتك ليه؟ اوعى تقول لي انت قمت فجأة لشرفك بعد الفضائح اللي حصلت في الفرح اللي حكيتها لك نجوى في التليفون. انت رايح الاوتيل وانت مقرر انك تقتل امينة. ايه اللي قلته لك في التليفون؟ بركات قال انه ادالك رقم الجناح بتاعها في الاوتيل لما اتصلت بيه علشان تشتكي له انك عمال تكلمها على الموبايل بتاعها وهي مش عايزة ترد عليك. قمت مكلمها في الفندق. إيه اللي قالتهولك في المكالمة خلاك تقرر إنك تروح تقتلها فورا؟ أكيد قالتلك اللي كان المفروض إن أمها تقوله من زمان، بس كانت خايفة إنها تقوله، ولما جات لها الجرأة إنها تحكيه حكيته، بس بعد فوات الأوان. مش فاهمة انت ايه بالظبط؟ انت بتكلمني ليه؟ عايز مني ايه؟ لحقت خلصت الفلوس اللي لهفتها مني امبارح؟
ايه سكرت بيها كلها؟ تطمن عليا. لا والله فكر خير. انت اخر بني ادم عاوز ان انا اسمع صوته دلوقتي. ما تقولش يا بنتي، ما تنطقش الكلمه دي على لسانك. انا ماليش اب. هو كان في اب طبيعي بيعمل في بنته اللي انت عملته فيا؟ اسامحك؟ اسامحك على ايه ولا على ايه؟ مش ممكن اسامحك على اللي انت عملته فيا، مش ممكن. اوعى تكون فاكر ان مساعدتي ليك ده معناه ان انا سامحتك. انا كنت بساعدك بس عشان انتهي شرك، لكن انا عمري ما سامحتك، عمري ما سامحتك على اللي انت عملته فيا. عمري ما سامحتك ولا هسامحك. لا مش هوطي صوتي ومش هسكت، وهقول للناس كلها اللي انت عملته فيا. هقول للناس كلها ان انت لا اب ولا ليك اي دعوه بالابوه. انت مجرد حيوان معدوم الضمير. عشان تبقى فضايح بجد بقى. وعشان تبقى عارف احب افرحك كمان. مش بس اتطلقت واتفضحت قدام الناس كلها. انا هتنزلي سيديهات عريانة على النت. هتنزل على النت. والله. مش مصدق؟ انا شايفاها بعيني امبارح انا وعريسي. بعتت لي على الاوتيل اللي انا بتجوز فيه عشان يبقى مفيش بعد كده فضايح. خلاص هيجرالي ايه اكتر من اللي جرالي؟ ما تقولش ابويا وما تقولش بنتي، مش عايزه اسمع الكلمه دي تاني. يا اخي ارحمني بقى، ارحمني ابويا اللي عملته فيا كفايه. ولاخر مره بقولك، لاخر مره بقولك، لو حاولت تتصل بيا او تكلمني او تشوفني هفضحك قدام الناس، فاهم؟ منك لله. الله ينعل ابو اليوم اللي خلفتني فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا المرة دي حسيت انها مش هتسكت زي ما سكتت زمان. خلاص ما عادش فارق معاها اي حاجة، وممكن تفضحك وتفضح نفسها بجد، وعشان كده قررت انك تقتلها فورا. اخترت احسن لبس عندك علشان ما تلفتش الانتباه وانت داخل الاوتيل. ما كانش يخطر على بالك ابدا انك لما توصل الفندق محدش هيسأل فيك اساسا وانت داخل. مستغرب انا عرفت ازاي؟ عندك حق، مجموعة صدف ما كانش ممكن انها تتجمع ابدا إلا علشان ربنا عنده حكمة إنك تقع في الآخر. صورتك وأنت داخل الأوتيل لقيناها على كاميرات المراقبة بتاعت مدخل الفندق قبل وقوع الجريمة بحوالي ساعة. صحيح إنها كانت لقطة سريعة، وشك ما كانش باين فيها قوي، إنما نقول إيه بقى؟ مش بقول لك حكمة ربنا، ده غير إن المكالمة الوحيدة اللي جت لها على التليفون بتاع الفندق كانت المكالمة بتاعتك. قررت تطلع السلالم علشان محدش ياخد باله منك. ما كنتش تعرف ان الظروف هتساعدك وان الباب هيتفتح من غير ما جرس الانذار يضرب. انت اصلا ما كنتش تعرف ان في جرس انذار ممكن يضرب لو فتحت باب سلم الطوارئ. الفوضى العظيمة اللي احنا عايشينها خدمتك اكتر من اللازم. وصلت لغاية باب السويت، خبطت، بصت أمينة من عين الباب، شافتك، والغريبة إنها برغم كل اللي قالته لك في التليفون ما شكتش ولو للحظة إنك ممكن تعملها فعلا. إنت إيه اللي جابك؟ إنت إيه؟ ما بتفهمش يا أخي. إيه ده؟ إنت جننت؟ إيه اللي إنت عملته ده؟ طب وديني لبلغ السكيورتي تروح بره. كفاية بقى اللي عملته فيا. عمي يا أخي ارحمني. Thank you.
you.